بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. لكل فعل رد فعل، ولكل حكايه بدايه ونهايه. وقبل اللوم لازم نفهم الكلام، قبل ما نقول الكلام لازم نعقله. باختصار في حاله مش عارف اوصفها الحقيقه، بس الاهم من وصفها الحفاظ على نفسك وقيمتك واستكمال مشوارك. كل ما هتحاول تقف وتتقدم هيرجعوك ويحاربوك، وارجع تاني ادخل في مشاكل مصنوعه واخرج عن تركيزي او تركيز البطل. بس دايما البطل مركز ومش بيخرج عن تركيزه. البطل رغم كل الظروف هيكمل في المنافسه وهيكمل في استعاده الثقه. كلنا بنثق في النادي الأهلي، كلنا بنثق إن النادي الأهلي هيكمل المشوار وهيحقق في الآخر إن شاء الله إن شاء الله أغلى انتصار. الأهلي أهلي بولاده، الأهلي أهلي بجماهيره، الأهلي أهلي بإدارته، الأهلي أهلي بمبادئه وبأخلاقه. كل الدعم للنادي الأهلي وولاده، كل الدعم والحب للسيد عبد الحفيظ أنجح مدير كرة في الدوري المصري، وكل التقدير طبعا لكابتن سيد. وكلنا دعم للنادي الاهلي، اهلاوي انا والفخر ليا. الاغنيه دي الحقيقه الواحد كل ما يسمعها جسمه بيقشعر، لان احنا فعلا كلنا اهلاويه وهنفضل طول عمرنا اهلاويه مهما حدث ومهما قيل من اي امور. لكن خليني ابدا مع حضراتكم النهارده الحلقه بكلام مهم جدا جدا جدا. الحقيقه خلال الفتره السابقه وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الموضوع الاهم خلال الايام اللي فاتت هو موضوع الممر الشرفي. وانا الحقيقه كنت قاعد بسمع المهندس عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، لقيتهم بيتكلموا في نقطه مهمه جدا، ان مفيش بروتوكول من اتحاد الكره مبعوت للاتحاد او للنادي الاهلي ونادي الزمالك طرفي نهائي الكاس السنه اللي فاتت اتقال فيه ان لازم حد يقف ممر شرفي. لانه موضوع الممر الشرفي ده من وجهه نظري ان هو موضوع كبير جدا، وموضوع واخد اكبر من حجمه بكتير جدا جدا. هو كابتن سيد عبد الحفيظ عمل ايه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ اعترض بشكل غير او بشكل لائق على امور غير مظبوطه بتحصل معاه، وبالتالي كان اعتراض الكابتن سيد عبد الحفيظ على هذا الامر بشيء من يعني انا بقول للناس ان انا متضايق وزعلان من اللي بيحصل فيا خلال الفتره اللي فاتت. فعشان كده كابتن سيد عبد الحفيظ عمل الممر ده او ما مشيش في هذا الممر. لكن على الجانب الآخر، هل في حالات مشابهة حصلت لهذا الأمر أو زي موضوع الممر الشرفي؟ كمان أنا آسف قبل بس ما أروح أسمع حضراتكم حاجة، برضو سمعت كده مع المهندس عدلي والأستاذ إبراهيم إن هما بيقولوا إن الممر الشرفي اللي يعمله الفريق الفائز أو الفريق المهزوم للفريق الفائز للفريق المهزوم، أو العكس، فريق المهزوم الفريق هو احتفال يعني. وبالتالي كلام مهم جدا في هذا الأمر، والموضوع بالنسبة لنا لا يتعدى إن احنا حصلت قبل كده من أطراف كتيرة جدا. حصلت إزاي؟ خلونا نسمع الفيديو ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. 3-1 أيضا. بص تصيب عامل إزاي في استاد الجيش وبرج العرب، لاعبي الزمالك ما طلعتش على المنصة، طلعت بره الملعب. لكن كنا نتمنى ان نشوف لاعبي الزمالك على المنصه المركز الثاني. عموما لاعبي الاهلي فرحانين مبسوطين باللقب مع ريني فايلر، يدي دفعه معنويه على المستوى الافريقي. المستوى الافريقي يا جماعه يعني حضرتك عملت كده او اتعمل فينا كده؟ اللعيبه كانت فرحانه ومبسوطه، ما عندناش اي مشكله. وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين حاجة بتحصل، وعشان كده أنا بدأت كلامي بكل فعل رد فعل. لازم يكون عندي رد فعل. الأمور كلها واضحة وصريحة أمام الجميع. مصر كلها شايفة وعارفة إيه اللي بيحصل. وبالتالي خلينا نعدي بقى المرحلة دي. صدقوني كل اللي بيحصل ده الغرض منه حاجة واحدة فقط، هو تشتيت لعيبة النادي الأهلي. كل الناس دلوقتي بتتكلم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، محدش بيتكلم في الامور الفنيه. وانا قلت لحضراتكم ان انا النهارده تحديدا مش هتكلم غير في الامور الفنيه والتحكيم. هل نسيب التحكيم
واللي بيحصل مع النادي الاهلي في موضوع التحكيم ونتكلم في اي امر اخر. هو يا جماعه احنا خسرنا السنه اللي فاتت الدوري العام المصري و15 نقطه فارق، 15 نقطه اتاخدوا من النادي الاهلي وراحوا لانديه اخرى علشان التحكيم الغير جيد. انا بحاول اختار الفاظي، التحكيم الغير جيد السنه اللي فاتت. حتى هذه اللحظه السنه دي عندنا مشكله كبيره جدا في التحكيم. على فكره انا مش هطلع بره التركيز واطلع اتكلم في امور اخرى، انا هطلع انا هتكلم عن التحكيم واللي بيحصل في التحكيم المصري لغايه لما كلاتنبرج يجي ونشوف كلاتنبرج هيعمل ايه، ونشوف كلاتنبرج هيعمل ايه. هكلمكم يعني ساعتها في تفاصيل الموضوع ده، ولكن البعض بيحاول ان هو يجر جمهور النادي الاهلي ان هم يبعدوا عن التركيز. بلاش الجمهور، لان الجمهور واعي وعارف كويس جدا هو عايز ايه، لكن بتكلم على ان هم يجروا لعيبه النادي الاهلي لان هم يبصوا ويقعدوا يشوفوا ايه اللي بيحصل، طب ده قال ايه، طب ده عمل ايه، طب ده كذا، طب ده كذا. ولكن في النهايه لا، ما حدش هيحصل كده. عندنا اداره محترمه، عندنا اداره تستطيع ان هي تجيب حق النادي الاهلي كويس جدا جدا. عندنا ان شاء الله جهاز فني زي الفل زي ما حضراتكم شايفين، الجهاز بالكامل من اول كابتن سيد عبد الحفيظ لغايه عم حارس واللي معاه كلهم، مجموعه رائعه من اللاعبين. تخيل حضرتك ان انت عندك حوالي 11 لاعب او من 8 ل 11 لاعب مصاب، لو عديتهم لحضراتكم، ومع ذلك كل يوم بيجي عندك اصابه. وريكاردو سواريش قال ايه امبارح في المؤتمر الصحفي؟ قال ايه؟ قال يا جماعه الفتره اللي جايه هيكون فيها اصابات اخرى، لانه مفيش حد بيلعب 3 سنين ورا بعض في مكان واحد، عمرها ما حصلت في التاريخ 3 سنين ورا بعض في بطوله واحده، او يعني بتلضم كل سنه بسنتها، كل سنه بسنتها. ده الواحد محتاج ان هو يريح. مش معقولة، مش معقولة اللي بيحصل، اللي بيحصل ده فيه إجحاف كبير جدا جدا للاعيبة النادي الأهلي. خدوا بال حضراتكم، لأن الموضوع ده أنا شفته بس هتكلم فيه بكرة أكتر علشان أفسره مع حضراتكم إن شاء الله. في بعض الصفحات على السوشيال ميديا، بعض الصفحات بتاخد أسماء الصفحات الكبيرة اللي في النادي الأهلي وبتعمل بيها المنتمية للنادي الأهلي، أو يعني جماهير الاهلي كلها متفاعله عليها وعامله وعارفه ان هم اهلاويين وعارفه كل حاجه. خلاص؟ بعض الناس من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، خدوا بالكم من هذا الامر. من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، بياخدوا الصفحات او اسماء الصفحات دي وبيعملوها لنفسهم وبيكتب لك كلمتين عن النادي الاهلي وبعدين يخش يخبط في النادي وفي اداره النادي وفي اللعيبه وفي الجهاز الفني وفي كل حاجه. عشان الناس يعني تمشي وراهم وتشوفوا ما بيكتبوا ايه، غسيل مخ يعني. بس ده بعض من لا يشجع النادي الاهلي. خلي بال حضراتكم من هذه الامور. السوشيال ميديا عالم كبير جدا، ممكن يحصل فيه اي حاجه. انا عارف ان جمهور النادي الاهلي واعي، اي حاجه او اي عثره بيخش فيها النادي الاهلي جمهوره فقط هو اللي بيبقى واقف معاه، جمهوره فقط هو اللي بيبقى واقف معاه، وانا وضحت الكلام ده قبل كده. فخلي بال حضراتكم من الكلام اللي بيحصل، لانه هذه الايام الكلام ده او الصفحات دي منتشره كتير جدا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. الناس بتصطاد في المايه العكره. هو ده الوقت. عشان كده والله انا ما عايز اتكلم في حاجه ولا عايز اتكلم في واقول كذا وكذا، انا عايز اتكلم في التحكيم وفي مباراه يوم الاربع، ازاي هنكسب المقاصه، احنا هنفضل ورا فريقنا مهما كانت الامور. مهما كانت الامور وايه اللي بيحصل مش فارق معايا، انا اللي فارق معايا حاجه واحده بس، اسم النادي الاهلي. بلدي والنادي الاهلي بس. النادي الاهلي عندي ماتش يوم الاربع، عايز افضل في ظهر فرقتي، ال11 اللي يلعبوا يلعب اللي يلعب. احنا في ظهركم، احنا واقفين معاكم، خدوا بالكم الصفحات دي ليه؟ انا خدت بالي ليه؟ لان لما بتخش تشوف بعض الصفحات تلاقي بعض الصفحات اللي واخده الاسماء دي كاتبه ايه؟ مخبطه في اللعيبه. مخبطه في اللعيبه. ما هو ممكن يوصل للعيبه ان الصفحات دي، انا حاولت اتكلم مع ناس كتير عشان اشرح لهم هذه الامور، لان لقيتها في مره واثنين وثلاثه، بكره هجيب لحضراتكم تفاصيل اكتر في هذا الامر. لكن
خلي بال حضراتكم من هذا الموضوع لانه موضوع خطر جدا. الصفحات دي تكتب لك كلمتين حلوين على الشناوي ويقوم جاي مخبط في ياسر وفي ايمن وفي علي وفي محمد وفي كل الناس او في معظم الناس. خلي بالك يكتب كلمتين حلوين على واحد ولا اتنين وتلاقيه بقى بيخبط في ده وفي ده وفي ده وفي ده. خلي بال حضراتكم من هذا الامر وبشده. فكر جديد يعني بيحاول بعض من لا يشجع النادي الاهلي ان هو يحطه على السوشيال ميديا. فاضل بالنسبه لنا 10 ماتشات على نهايه الدوري مرحله الحسم. خلي بال حضراتكم كل شويه من انا بأحذر. خلي بال حضراتكم من اللي بيحصل. مش عايزين نجرف وراء كل حد بيقول كلمتين. في نفس التوقيت احنا ورا فريقنا. احنا ورا فريقنا وهنفضل ورا فريقنا ودايما هنفضل بندافع عن النادي الاهلي واسم النادي الاهلي فقط لا غير. زي ما قلت لحضراتكم دايما موضوعنا بلدنا ونادينا مش حاجه تانية ابدا. فعشان كده بقول لحضراتكم خلي بالكم الفتره دي فتره صعبه جدا، لكن انا متاكد ان من النهارده او من بكره ان شاء الله هتلاقوا لما حصلت، لما حوالين النادي الاهلي حصلت، كل حاجه حصلت، الدنيا حصلت. عندنا ماتش بكره ان شاء الله نقف مع فريقنا عشان عندنا ماتش يوم الاربع. وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. بعد ماتش يوم الاربع هنشوف ايه اللي هيحصل، هنتكلم عن المباراه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها لغايه ان شاء الله ما ربنا يكرمنا ونصل ان شاء الله ان احنا 10 مباريات في 3 ب 30 نقطه، ناخد ال 30 نقطه والباقي مش بتاعتي ولا بتاعتك. مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي بتاعت ربنا. فإن شاء الله ليكرم الولاد اللي ماتش الاربع واللاعبين الماتش الاربع وبعد كده الماتش اللي بعده واللي بعده واللي بعده وهنفضل دايما في ظهركم مهما كانت المعوقات ومهما كانت الظروف ومهما كانت الامور اللي بتحصل في الملعب. هنفضل في ظهركم وهنفضل واقفين معاكم وهنفضل نساند النادي الاهلي ولاعبيه وجهازه الفني وجمهوره هيفضل دايما معاكم. بس خلي بالكم من سيئ النية اللي هم بعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي هم دايما دايما بيحاولوا يدسوا السم في العسل علشان يبعدك عن تركيزك ويبعدك عن الدوري العام اللي انت بتفكر فيه. لانه جمهور النادي الاهلي لن يقبل بخسارة، لن يقبل بخسارة الفترة اللي جاية. طبعا الخسارة او المكسب او الخسارة دي حاجة بتاعت ربنا، ولكن جمهور النادي الاهلي موت نفسك في الملعب، اتعب، اعمل كل حاجه جوه الملعب وسيب النتيجه دي بتاعت ربنا. زي الماتش اللي فات، انت الماتش اللي فات لما اجتهدنا وتعبنا شويه جبنا جونين في 10 دقائق في ماتش الجونه. ماتش الزمالك اللي نهائي الكاس الشوط الثاني انت ضاغط على الزمالك في اي وقت كنت ممكن تجيب اجوان. نبني على كده بقى خلال الفتره اللي جايه، نبني ان الفتره اللي جايه عايزين بس تحكيم عادل الاول وبعد كده من الناحيه الفنيه ان شاء الله ربنا يكرم ريكاردو سواريز خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله إن هو يبقى واقف على رجله ويعرف يختار الأمور اللاعبين بشكل جيد. مع إن هو يعني أنا النهاردة وأنت بتقرأ قائمة النادي الأهلي أو الناس اللي هتبقى قريبة من إن هي تبقى موجودة في المباراة اللي جاية ممكن تلاقي 16 17 لعيب فقط، 16 17 لعيب بس، مش هتلاقي حد تاني. لكن هو ده النادي الاهلي، عندنا محمد فخري، عندنا زياد طارق، عندنا كل اللاعبين اللي محمد اشرف، كل اللاعبين اللي موجودين ان شاء الله ان شاء الله شباب او ناشئين يبقوا موجودين مع الفرقه خلال الفتره اللي جايه. عندنا اصابات بقى، اقعد اتكلم على الاصابات من هنا للسنه الجايه. زي ما انت عايز اتكلم قول. زي ما انت عايز اتكلم في الاصابات وقول اللي انت عايزه في الاصابات، لكن في النهايه يظل دائما النادي الاهلي غني باولاده. غني بجمهوره. اللي دايما بيقف في ظهره وهيظل دائما في ظهر النادي الاهلي لغايه اخر لحظه. بعد ما احنا نموت وبعدنا الجيل اللي بعدنا يموت، يظل دائما النادي الاهلي فوق اي حد من ولاده. مهما كان اسمه او مهما كان تاريخه او مهما كان اي حاجه، يظل دائما النادي الاهلي فوق اي حد. تماما. طيب برضو عايز اخد حضراتكم لنقطة مهمة عايز أتكلم فيها. منتخب مصر الأولمبي حتى الآن بدون مدرب. خلي بال حضراتكم، هو ممكن المنتخب ياخد تصفيات بعد 3 شهور، يعني أفريقيا وبعد كده وبطولة أفريقيا المؤهلة للمونديال،
ولو تأخرنا أكتر من كده مش بعيد المدرب اللي يجي ما يعملش معسكر أصلا ويدخل على الماتشات الرسمية على طول، لأنه التوقف اللي جاي في نهاية 8 و9 أو أول 9 وبعد كده في 11 ده بقى ممكن تلعب الماتشات الرسمية. هو ينفع نكون متأخرين لغاية دلوقتي؟ هو ممكن نفوت فترة التوقف الدولي اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم بدون معسكر منتخب أولمبي؟ أنا الحقيقة مستغرب جدا من موضوع المنتخب الأولمبي، يعني المنتخب الأول ربنا كرمنا وجبنا مدير فني جيد، المنتخب الأولمبي إن شاء الله ربنا هيكرمنا ونجيب مدير فني جيد الفترة اللي جاية يا رب، أتمنى بس لازم يكون بسرعة. حتى لو كان في تعثر مع المدربين الأجانب أو هيتم أخذ رأي روي فيتوريا يعني، بس لازم برضو يكون في جهاز حتى لو مؤقت مع مدربين محليين من مدربين محليين يعمل تجمع يشوف اللعيبه بحيث ان لو المدرب جه يبقى على الاقل شايفين الموضوع ماشي ازاي ويبقى عارف الوضع خلال الفتره القادمه ماشي ازاي. لكن هنجيب المدرب كده برضو بالدار للنار ان شاء الله. بركات وحازم كابتن بركات وكابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري زي ما جابوا روي فيتوريا اكيد هيقدروا يختاروا مدير فني سواء من المدرسة البرتغالية أو غيرها للمنتخب الأولمبي، خصوصا أن فيتوريا زي ما قلنا امبارح طلب يطلع على كل المنتخبات وشغلها من أول منتخب 2003. يعني الفقرة اللي جاية دي أو دايما الكلمتين اللي جايين دول بتبقى معانا كل يوم غالبا، يعني بخصوص التحكيم كلاتنبرج هيصل إلى مصر خلال الأيام القادمة الأيام القليلة القادمة عشان يبدأ مهمته الرسمية كرئيسا للجنة التطوير الحكام، رئيس لجنة تطوير الحكام. ويبدو أن حتى الآن الكابتن عصام عبد الفتاح مكمل رغم كل تصريحاته العنيفة ضد كلاتنبرج. التصريحات دي مش أنا اللي قلتها ولا جمهور الأهلي اللي قالها، ولكن لأ كابتن عصام اللي طلع في برنامج واثنين وثلاثة وقال هذا الكلام قبل ما يتم التعاقد معاه، وانه ما ينفعش سواء ان هو يعني ما ينفعش لواء يشتغل مع ملازم لو تفتكروا هذا التصريح. كابتن عصام كان موجود الحقيقة مع الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد في المغرب خلال الأيام الماضية عشان يحضروا نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات ورجعوا بالسلامة الحمد لله امبارح. وما اعرفش كابتن عصام شاف اللي عمله كابتن ابراهيم نور الدين امبارح ولا لا في عدم احتساب ركله الجزاء. كان في الطياره؟ طيب كان في الطياره ما شافوش، فيعني يمكن لما يرجع يتكلم مع كابتن ابراهيم يقول له يا كابتن ابراهيم بالكتف في ظهر اللاعب اسمها دفع يؤدي لاحتساب ركله الجزاء. وريها لنا ممكن نوريها للكابتن عصام، وريها لنا سمير لو معاك. اهو دي اسمها ايه؟ اهو انا يا جماعه حضراتكم زي ما انتم شايفين كده دي اتحسبت علينا ودي اتحسبت لينا او ما اتحسبتش علينا اهي. بصوا بتاعت حسام حسن ما اتحسبتش، وسبحان الله نفس اللاعب محمود الجزار يعني هو اللي عمل الفاول على حسام حسن وهو اللي اتعامل مع الفاول مع صلاح محسن. هل هي فاول؟ انا بقول ان هي فاول حتى على صلاح محسن، فعلا هي فاول مظبوطه 100%. ولكن كابتن ابراهيم ما حسبتش الكرة دي ركلة جزاء ليه يا كابتن ابراهيم؟ أنا كسبت على فكرة، النادي الأهلي كسب يعني 3-0 والموضوع انتهى. ولا 2-0 والموضوع انتهى. بس كابتن ابراهيم المساواة في الظلم عدل، يعني لو ظلمت صلاح محسن بإن أنت حسبت عليه الفاول دي فما حسبتهاش ليه على جزار مع حسام حسن؟ حرام عليكم يعني بجد والله العظيم ثلاثة الواحد على آخره من هذه الأمور. صدقوني. كل اللي حضراتكم شايفينه ده عشان يبعدوا تركيز جمهور النادي الاهلي على اللي بيحصل من التحكيم مثلا انا بقول مثلا يعني، او عايزين يشتتوا جواب الاستخبه والمش عارف ايه. هو حد عارف حاجه في الجواب الاستخبه؟ حد قال لي او حد طلع قال ان بعد ما تم لجنه التحقيق من الوزاره اللي كانت موجوده ادانه الاداره التنفيذيه في اتحاد كره القدم حد اعلن وقال هو الجواب فين ولا حصل فيه ايه ولا هيحصل ايه خلال الفتره اللي جايه ولا حد اتعاقب اصلا؟ ده
ده الاستاذ جمال علام على الهواء رئيس الاتحاد على الهواء مباشره في مداخلته مع الاستاذ احمد موسى، المداخله الشهيره، قال كده، قال لي يطلع التقرير وانا يطلع نتيجه التقرير وانا هعاقب. حضراتكم نسيتوا طبعا الموضوع ده، جمهور الاهلي ما نسيش، لكن الناس بتودينا في مليون حته بتطلعنا بره التركيز، لكن ده مش هيحصل. احنا دايما فاكرين ودايما بنقول، هل في حاجه حصلت في الموضوع ده يا جماعه؟ حد يقول لي بس، هل حد تم عقابه؟ انا ما اعرفش مين، ما اعرفش اللجنه ادانت مين، لكن هل حد تم عقابه في هذا الامر؟ ما حدش تم عقابه، ما حدش اتكلم، ولا حد طلع قال لنا اي حاجه. انا الحقيقه مستغرب جدا من اللي بيحصل، ومش عارف هو ليه الناس دايما كده. ما تحسب لي يا اخي ركله جزاء، ليه يا ركله جزاء احسبها؟ والله العظيم ثلاثه من داخل قناه الاهلي اهو بقول لك لو علينا ركله جزاء احسبها. انا متاكد ان انتوا بتحسبوها مليون في الميه. دي لو واحد عمل له نفخ كده في دي، لو العكس بقى، لو العكس كانت اتحسبت ركله جزاء والناس جريت وعملت القصه وكل حاجه، عمل له كده بس، يعني لو الكره دي العكس ومثلا ايمن اشرف زق خالد قمر وعمل له يا خالد اقع وخالد وقع، كانت حسبت ركله جزاء على النادي الاهلي بالنفخ. يا جماعه مش كده. خلينا نتكلم عن التحكيم وعن نفسي اقول والله بسم الله ما شاء الله النهارده الماتش كويس جدا، عندنا ما عندناش اخطاء، الامور ماشيه، عندنا اخطاء بسيطه، الامور ماشيه كويس، اللي اتحكم لي يعني او اللي اتحسب عليا شبه اللي اتحسب على الفرق الاخرى، العداله واضحه. لان النادي الاهلي لو جات له عداله تحكيميه ان شاء الله هنكسب كل حاجه والله، حتى في ظل هذا الارهاق الكبير اللي حضراتكم سامعينه وشايفينه من معظم لاعيبه النادي الاهلي. هتعرفوا ان الكلام اللي بيتقال ده في قصه الارهاق هو كلام حقيقي 100%، ما بنقولوش وخلاص. حتى فيتوريا قال كده، الراجل اللي لسه جاي. عايزين بس توضيح من اتحاد كره القدم ازاي لجنه التطوير الحكام هتشتغل برئاسة كلاتنبرج، وشكل التعاون هيبقى ازاي. يعني لان الكابتن عصام مكمل وبلغ ان هو الاستاذ جمال علام ان هو موافق ان هو يكمل بالمناسبة. يعني طيب كابتن عصام هيبقى ماشي مع كلاتنبرج كده وقافلين البدلة وماشيين وبيتكلموا مع بعض في مستقبل تطوير التحكيم، صح؟ طيب هو كلاتنبرج حد قال له ولا لسه؟ اعتقد ان حد قال له ان الكلام اللي قاله كابتن عصام. فهل هتبقى النفوس صافية؟ موضوع يا جماعه مش اسماء ولا مجرد كلام، انا يهمني اشوف خطه حقيقيه وتغيير في مستوى الحكام للافضل بعد الاخطاء اللي احنا بنشوفها كل مباراه، كل مباراه وبتحصل مع النادي الاهلي. اي فرقه النادي الاهلي لابس التيشيرت الاحمر وعليه العلم هنا تلاقي توت احسب او ما تحسبش زي ما شفته. يا ريت اتحاد الكره يطلع يوضح لنا كلاتنبرج وكابتن عصام هيعملوا ايه مع بعض، هيشتغلوا ازاي مع بعض، وننتظر نتيجة عملية للتطوير. معرفش اللي هتبقى امتى، لكن اتمنى ان هي تبقى في اسرع فرصة، وخصوصا ان كلاتنبرج عقده سنة واحدة. سنة واحدة فقط. اخر حاجة عايز اتكلم فيها مع حضراتكم بالنسبة لموضوع المنصب مدير المنتخب، في حاجة مش مفهومة الحقيقة في البداية، الغاء المنصب بعد رحيل كابتن وائل جمعة وقالوا خلاص ما فيش حاجة اسمها مدير منتخب بعد تجربة غير موفقة على الوضع ده مع الكابتن إيهاب جلال. كان في تصريحات من كابتن حازم بإعادة المنصب ورشح محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة نادي إمبي، وفجأة في مؤتمر تقدير فيتوريا زي ما حضراتكم فاكرين أستاذ جمال علام طلع قال ما فيش حاجة، كفاية أنا عندي نجوم، أنا عندي حازم إمام وعندي جمال ومحمد بركات، فيعني محمد بركات وحازم إمام دول نجوم كبيرة جدا، فيش منصب مدير المنتخب. بس في نفس اليوم الكابتن حازم قال إيه؟ هيكون في مدير المنتخب بس مش بالشكل التقليدي، يعني مش مجرد اداري. ما مش فاهم الحقيقه. المعلومات اللي عندي انا بتقول ان محمد غرابه بعد ما كان متحمس للمنصب دلوقتي ما بقاش بنفس الحماس لقبول هذا المنصب لما اتقال له انك هتبقى اداري مش مدير المنتخب. طب وبعدين احنا هنفضل في الكلام ده لغايه امتى؟ وهل هتفضل دي الخناقه اللي شغاله يعني جوه اتحاد كره القدم في نفس الوقت لغايه امتى؟ وبعدين في نفس الوقت ده في خناقه شغاله على المدرب المصري اللي هينضم لجهاز فيتوريا، هل هو علما على فكره هيبقى رقم اربعه؟ يعني انا الكابتن عادل طعيم امبارح بيقول لي هو مين هي الخناقه معموله على المدير على اللاعب
او المدرب المصري اللي هيكون في جدار فيتوريا ليه وهيعمل ايه؟ اللي هيشتغل مع فيتوريا ده هيكون رقم 4 مثلا، 3 او 4 مثلا. لكن لحد دلوقتي لسه ما فيش حاجه اتحسمت. اتمنى ان مسؤولي اتحاد كره القدم يطلعوا يقولوا للناس ايه اللي بيحصل في هذه الامور، واتمنى برضو ان هم يطلعوا يقولوا مين الانديه اللي هتشارك في البطوله الكونفدراليه ان شاء الله السنه الجايه. عارفين ان اهلي وزمالك هيلعبوا في دوري الابطال سواء على لائحه الموسم ده او بنظام الموسم اللي فات. خلاص الموضوع انتهى، ده امر مفروغ منه بالمناسبه ومحدش هيتكلم فيه. لو تاخدوا بالكم حد كان حاول ان هو يطلعه كده شويه وبعد كده الدنيا هديت، لان الحكايه يعني الحكايه في الكونفدراليه يعني، فمحدش يدخل اسم النادي الاهلي في هذا الامر. مين اللي هيلعب الكونفدراليه؟ يعني النادي المصري منزل بيانه وعايز يلعب كونفدراليه، بيراميدز مشتكي عايز يلعب في الكونفدراليه. هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر لانه موضوع برضو هام جدا. عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستكمل او هنبدا اخبارنا، اخبار البيت الكبير بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الكابتن محمود الخطيب يدعو شركه الاهلي للانتاج الاعلامي الى اجتماع عاجل. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع بشكل عاجل لمناقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرا، كما وجه الكابتن محمود الخطيب ببث الفيديو الخاص بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الأمس والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية على جميع الحسابات الرسمية للنادي. النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ بيجتمع بلاعبي النادي الاهلي. يعقد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي اجتماعا مع لاعبي النادي الاهلي قبل مران اليوم للتاكيد على اهميه الفتره المقبله وبذل قصارى الجهد خلال اللقاءات القادمه والعمل على الاداء بروح الاهلي التي تعودت عليها جماهيره التي تستحق الكثير. فيتوريا يصل القاهره 2 اغسطس لبدء مهام عمله رسميا. منتخب الشباب يواصل استعداداته لمواجهة الصومال في كأس العرب. منتخب الناشئين يختتم معسكر المورق بالإسماعيلية استعدادا لكأس العرب. آخر خبر، اتحاد الكرة يناقش مستقبل الكرة النسائية مع عدد من الأندية. دي كانت أخبارنا النهاردة. خلونا نطلع فاصل، وعندي في الجزء الأول من هذه الفقرة الأستاذ أسامة السويسي والأستاذ عبد الحكيم أبو عالم هيكونوا في ضيافة البيت الكبير. هنتكلم في أمور كثيرة جدا، خاصة مش هننسى موضوع التحكيم، مش هننسى موضوع الجواب اللي استخبى والإدارة التنفيذية اللي تم إدانتها من اللجنة المكونة من وزارة الشباب والرياضة واللي أدانت الإدارة التنفيذية والأستاذ وليد العطار في اتحاد كرة القدم. هنسأل هو ليه ما حصلش حاجة في هذا الأمر حتى الآن؟ محدش بيقول لنا. نفسي حد يطلع يقول لنا والله لا اصله الاستاذ وليد عمل 1 2 3 او غيره، حد بس يطلع يقول لنا. عموما هنسال اسئله كثيره جدا لضيفي الكريمين ان شاء الله اللي هيكونوا معايا في الجزء القادم من هذه الفقره. نطلع فاصل، وبعد الفاصل اسامه السويسي وعبد الحكيم ابو علم في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. الاستاذ اسامه السويسي، ازيك يا استاذ اسامه؟ الاسبوع الثاني ولا الثالث؟ ده الثالث. خلاص بقى لك كده اسبوع، خلاص بقيت صاحب بيت. تنور دايما يا استاذ حبيبي. طبعا انا سعيد ان انا اكون في بيت الكبير. بيت الكبير بيتنا كلنا يعني حبيبي. وسعيد بالتواصل معاك ومع الساده المشاهدين. حبيبي ربنا يخليك. عبد الحكيم ابو عالم، ازيك يا استاذنا؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ وحشني والله العظيم. انت اللي وحشني، بقى لنا برده بتاع اسبوعين ثلاثه ما حاجه زي كده. ماتشات 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 ده لسه الفترة اللي جاية كمان. والله يا ربنا يوفق النادي الأهلي ده في الأساس إن شاء الله بإذن الله. فترة صعبة جدا وربنا ييسر وإن شاء الله هنتقابل بعدها كتير بإذن الله. بشكل عام يا أستاذ أسامة، هل هناك محاولات لإخراج النادي الأهلي عن تركيزه في المباريات وعن الحكام؟ أنا عارف إن أنت النهاردة جايب لنا شوية حاجات عن التحكيم هنكسر بيها الدنيا، بس شايف إن اللي بيحصل بشكل عام في الرياضة في مصر بيحاول يخرج، يعني انا عندي مشكله في التحكيم، الناس عندي مشكله في موضوع الجواب اللي استخبى والوزاره اللي طلعت اللي قالت ان عملت لجنه الحقيقه وعملوا اللي عليهم وعملوا لجنه، واللجنه قالت ان اسلام اللي غلطان مثلا، توصلت يعني. لا هي توصلت لادانه الاداره التنفيذيه في اتحاد كره بالظبط كده، وبعدين حتى الان لم يحدث اي شيء. الحاجات دي هل الغرض من اللي بيحصل هذه الايام الالهاء في هذا الامر
وكمان ان فريق الكوره مع كثره الاصابات مع وجود مدير فني جديد الكل شايف ان هو مبشر جدا خلال الفتره اللي جايه، هل الناس بتحاول تخرجنا عن تركيزنا بالفعل؟ هو اول حاجه في الماء العكر نمره واحد، الرهان على ان جمهور النادي الاهلي عنده ذاكره السمك رهان خاسر. نعم. مليون في الميه رهان خاسر، لان جمهور النادي الاهلي جمهور مختلف طبعا. يعني اخر مره كنت معاك من اسبوع او اكتر قلت لك من حق جمهور الاهلي يزعل من الاداء، لان احنا مش متعودين على لعيبه النادي الاهلي مزبوط. ان هي تخسر ماشي وارد في الكوره، لكن تخسر مع ان انا حاسس ان في انهزاميه ومفيش روح الفانيلا الحمراء ازعل. أوكي. ومن حق ازعل، وانت من حق وانت لازم تتقبل ده مني. لكن اللي شفته في ماتش الجونه لا، ده نضرب تعظيم سلام لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اللي عمله في ماتش الجونه من قبل المباراه لغايه نهايه المباراه والتشجيع لم ينقطع مجرد ثواني، لا يبقى انا لازم اضرب هنا تحيه وارفع لهم القبعه. ليه؟ لان ده انعكاس مهم جدا ان جمهور النادي الاهلي وقت الشده بيبقى هو الدرع والسيف. نعم. وهو على الحلوه والمره معاه بجد. أوكي. فانت ما ترهنش على ان جمهور النادي الاهلي عنده ذاكره السمك، انسى. هنفضل فاكرين ان في جواب اتمنع وحرم النادي الاهلي من حقه الطبيعي في منافسه قاريه، والوزاره اللجنه اللي شكلتها ادانه الاداره التنفيذيه في اتحاد كره القدم. مظبوط. وزي ما قلت في الانترو ان الراجل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم استاذ جمال علام قال انه هيتم محاسبه المخطئ، لغايه دلوقتي محدش هو قال كده مع استاذ هو بنفسه مش أيوة اسلام الليل. احنا يعني. مش بنقول احنا مش بنقول كلام كلامنا احنا مش بنقول كلامنا احنا بنقول كلامه. تمام. فبالتالي انت عندك اكتر من ضلع للموضوع نفسه. عندك ارهاق غير طبيعي للعيبه استهلكت على مدار ثلاث مواسم متلاحمه. الموسم ده بس يا كابتن، انت لاعب دوري ابطال افريقيا للسنه الثالثه على التوالي نهائي ولا مكمل، يعني انا بتكلم على بطوله كامله والدوري وكاس مصر البايت والطازه وعندك كاس عالم للانديه، ونفس اللعيبه دي راحت كاس عرب وراحت كاس امم افريقيا، ادي سبعه. فيعني مساله صعب غير وارده. طبيعي جدا ان اللي يحصل في لعيبه النادي الاهلي سوبر افريقي وسوبر مصري وسوبر افريقي صحيح، ده يعني تسعة. يعني حاجات غير طبيعيه. فبالتالي انت كمان ما تجيش كمان انت تحرمني من الحق الطبيعي بتاعي اللي هو العداله. انا مش طالب مجامله ولا طالب اكتر من العداله. لو هستعرض مع حضرتك كميه الاخطاء اللي حصلت، وعلى فكره ده مش كلامي، ده كلام خبراء التحليل اللي هم خبراء التحكيم، الحالات اللي اعترفوا بيها عطلت النادي الاهلي مش اقل من 9 نقط السنه دي. السنه دي، لكن السنه اللي فاتت 13 15 انا فاكر 15 وفي المقابل الاخطاء لمصلحه المنافس منحته مش اقل من 7 نقط. فبالتالي الميزان مختل، ميزان العدالة مختل. يا استاذ اسامه، انا عارف ان انت هتتكلم كتير في موضوع التحكيم. سمير، هات لنا المقارنه ما بين كره صلاح محسن اللي خبط فيها الجزار والناحيه الثانيه اللي انتوا كنتوا عاملينها. ايوه يعني ما جداً. هو ده ميزان العداله المختل بالظبط. انت عارف يا كابتن بص، مع كامل التقدير لاي حد، واحنا ما بنقولش وما بندعيش ان انت متعمد، ما بنقولكش ان انت متعمد، لا بفترض حسن النيه. بص يا استاذ اسامه، بص يا استاذ عبد الحكيم، اولا هي دي ولا اولا يا كابتن اسام، حضرتك عارف ان انا بحب التحكيم وعارف بدل. القانون بتاعه كويس. ده استخدام للساعد مش كتف. ماشي. الكتف يا جماعه لو هي بالظبط، سبحان الله. يعني الكتف هنا يا كابتن اسلام، وحضرتك لعيب كوره وعارف ان منطقه الكتف حتى لما تستخدم في كتف المنافس، يعني تستخدم في كتف المنافس عشان نقول ده كتف يعني طبيعي. كتف كتف، لكن استخدام الساعد بالشكل ده ومفيش مجال للاعب المدافع انه يلعب الكره، على فكره دي مش معلش اقطع حضرتك في ثانيه واحده. انت حضرتك بتقول شكل يعني عفوي واحنا بنفترض حسن النيه، طب الكره دي وقف ورجع للفار، طب هو العفوي وان هو مش مقصود والنيه الكويسه ان ارجع للفار والفار ياكد على كلامي؟ تعالى عشان نسمع الكلام ده. ما 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 هو الفار اصلا داخل المصيده من السنه اللي فاتت. الفار داخل المصيده في مصر، يبقى اذا مش عفوي. لا 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 لا، وانا بقول لك، ما انا بقول لك، لا لا، انا ما خليني لو هفترض لو هفترض ان انا كده، لكن هي كميه الاخطاء غير طبيعيه هنا. انا عايز اسال الكابتن عصام عفتاح اتفضل اسئله
بريئه جدا. طيب ناخد الاول الاستاذ حكيم وبعدين نرجع لك في الاسئله دي لان نقدر نتكلم فيها. استاذ عبد الحكيم برضو من حق جمهور النادي الاهلي يعرف يعني هو ايه اللي بيحصل خلال هذه الفتره لالهاء جمهور النادي الاهلي عن الشيء الاهم وهو الدوري العام المصري خلال هذه الفتره. لا هو ده في حاجات اكتر من انك مجرد الالهاء، انت بتحاول دلوقتي في طريقه جديده انك تصدر مشكله ما بين اللعيبه او بين النادي او بين الفريق وجماهيره، ده دي الاخطر من موضوع الالهاء انك تعمل مشاكل. وبعد كده بخلاف الموضوع ده، هي لعيبه الاهلي زي ما الاستاذ اسامه وقال ان هي مرهقه جدا. هو انا بس بسال سؤال، هو النادي الاهلي بيعاقب على انه بيلعب بيمثل مصر ويفوز باثنين دوري ابطال ويوصل خمس سته نهائي في اخر خمس سنين؟ خمسه نهائي اخر ست سنين؟ هو انت بتعاقبني ان انا بوصل للفاينل؟ ده غير الموضوع ده، هي ليه الانديه كلها بتريح مثلا فترات طويله وبعد كده يقول لك الاهلي بيلعب كل ثلاث ايام؟ طب ما انت ريحتني 10 ايام، خد بالك ما حدش ياخد باله من الكلام ده، انت بتريحني 10 ايام وبعد كده تلعبني كل ثلاث ايام، طب ايه الهدف من الكلام ده؟ قبل ماتش فيوتشر، قبل ماتش فيوتشر اسبوع. تمام، طب ما تعمل لي استرتش للجدول واعمل لي كل اربع ايام ماتش بدل ما انت ريحتني اسبوع. انا بتكلم على بقول لك يا سيدي في النيه كويسه زي الفل، مش هنوجه كلام لحد، بس اسبوع وبعد كده العب كل ثلاث ايام، طب ما تقسمهم لي كل اربع ايام العب ماتش. مش ده عدل طبيعي؟ الحاج عامل حسين امبارح انا سالت سؤال على الهواء مباشره، اللي احنا هنلعب الاربع والزمالك هيلعب الخميس، قال لك انا سالت الحاج عامر تحديدا وقلت له ليه؟ قال لي لانه الفريق بغض النظر عن اسم الفريق، الفريق الذي يصل للنهائي، فانا حتى ساعتها قلت له هو في حد بيصل غير النادي الاهلي؟ المهم الفريق الذي يصل الى النهائي هذا الموسم هيبقى بيفرق ولعب ثلاث مباريات في كاس العالم للانديه السابقه، وبالتالي لعب هيبقى لاعب تسع مباريات اكتر اللي هي في الدوري اقل من المنافسين وبالتالي هيبقى مبارياته مضغوطه اكتر من اللي طلع من دور الثمانيه او اللي طلع من دوري المجموعات. انا بس لانه جمهور الاهلي امبارح سال في هذا الامر، فانا لما سالت الحاج عمرو هو رد عليا هذا الرد وقال لي هذا الكلام بمناسبه كلامك يعني. تمام، هو انا بس في نقطه مهمه جدا لازم نتكلم فيها، هي ليه الناس بتحاول تصدر تملي ان في كارثه في الاهلي؟ لا ده كل ده عشان الدوري يخلص قبل 30/8. لا ده في نقطه مهمه جدا يا كابتن، طب ما تجيب لنا ارقام اخر ثلاث سنين للانديه اللي المفروض ان الانديه اللي هي موجوده على مستوى الدوري، شوف الاهلي حقق بطولات ايه وجاب ارقام ايه والانديه الثانيه عملت ايه. انا معاك تماما ان من حق جماهير الاهلي تزعل ان انت خسرت الدوري السنه اللي عدت وخسرت كاس مصر السنه دي رغم كل اللي احنا بنتكلم فيه من ارهاق واصابات معاك، بس قول لي انا واخد اتنين دوري ابطال افريقيا، اتنين سوبر افريقي، السنه الماضيه مش السنه دي عشان السنه دي لسه قائم. انا بتكلم على ارقام البيت. انا بتكلم على ارقام ان انت بتحاول تخلي ان النادي الاهلي في كارثه اوكي، وهو واخد في اخر ثلاث سنين اتنين دوري ابطال واتنين سوبر واتنين برونزيه ودوري وكاس. تمام، كل ده في الكوره في سنتين وبتحاول تبين ان انا عندي مشكله في 20 شهر تحديدا في 20 شهر وتحاول تبين ان عندي طبعا خساره الكاس مشكله، بس مش طب ما لما بتحصل الناحيه الثانيه وفي اي مكان، انا مش عايز اذكر اسماء، في اي نادي الامور تبقى عاديه وبيس ومفيش مشاكل، طب ليه بتتكلم ان مثلا الاهلي ما تقولش ان الاهلي عنده 11 لاعب مش موجودين؟ ليه بتحاول تصدر ان انا ما حدش بيحاول؟ بقول لك يا حكيم انت ناسي، واحنا مش كنا اتكلمنا على لما موسيماني كسب الزمالك 5-3 الناس طلعت قطعت في موسيماني ان احنا كسبنا 5-3 بس. انت ناسي الفتره دي، واحنا مش كنا بنتكلم والتعادل انتصار. المواجهات المباشره بتاعت الاهلي السنه دي يا كابتن في عز ما انت بتتهاجم، المواجهات المباشره مع الانديه اللي انت بتنافسها في صالحك. صحيح، يعني عشان تعرف 5-3 و2-2 صح مع الزمالك، بيراميدز هي 3-0 و2-0 صح، الارقام المباشره مع الفرقه اللي انت بتنافسها بيراميدز في الكاس، لا غير الكاس يعني ارقام الانديه اللي انت بتقول لي الدنيا مهتزه والدنيا صعبه واصل الاهلي فرصه، الاهلي برغم كل اللي انت بتتكلم فيه ده هو الافضل في المباريات المباشره مع المنافسين ومعروف كويس جدا، وحضرتك كنت لاعب وليك صورتك دلوقتي ان الفريق اللي يتفوق على المنافسين بتوعه في الدوري هو اللي بتبقى افضل. تملي يقول لك ايه، ازاي عايز تاخد بطوله انت ما كسبتش المنافسين بتوعك؟ ممكن اشرحها كابتن اسلام بمثل بسيط. اتفضل. النادي الاهلي طوال عمره يعني طوال تاريخه عامل زي الالفه بتاع الفصل. الالفه بتاع الفصل ده متاسس من اولى ابتدائي صح. أوكي. اهله مركزين معاه وعملوا له اساس صح، فبالتالي كل السنوات هو طالع وفارق كبير عن كل زمايله في الفصل. اوكي، فاحنا بنعمل ايه بقى؟
نعمل ايه؟ اللي بيطلع التاني ومسافه بينه وبين الاولاني دوت كبيره قوي، فكل الباقيين في الفصل البوله ده واقفين ورا مين؟ واقفين ورا القريب الالف. لا، واقفين قريب من اللي بيهدد الالف. اوكي، قريب من اللي بيهدد الالف، وعمالين يدعموا فيه ويدوا له دروس خصوصيه ويدوا له مش عارف ايه ويسهلوا له امتحانات لكن هو مستواه كده. فانت مش عارف توصل لمستوى الالفا، فايه؟ لا، هات الالفا بقى ايه معانا، شدوا معانا بقى عشان نبقى ايه كلنا شبه بعض ونبقى كلنا حلوين ويبقى كلنا بولده. لكن لا، مش هو ده التاريخ بقى. لا مش عايز، ما انا بص انا مش عايز، انا بقول التاريخ يا كابتن اسلام، ان النادي الاهلي طول عمره هو انت بتقول ده. انا بقول لك ايه، بقول لك انت بتقول التاريخ. هي مش مساله بولده، هي مساله ان النادي الاهلي دائما ما يكون الاول في كل شيء. ما هو ده الطبيعي بغض النظر عن اي حاجه بقى تانية. مشكله بقى الاخرين ان هم للجميع. بدل انا بتكلم على ايه، ان النادي الاهلي 42 دوري يا جماعه. لا، في ما فيش مقارنه في الارقام، مش مقارنه في اي ارقام، لان يعني قلنا اقرب منافس محتاج ربع قرن عشان يحصلك وانت ده اذا خد البطولات لوحده. وانت تنام وانت تقفل النادي كده وخلاص، تقعد 25 سنه قاعد ما بتعملش حاجه. طيب تمام، لكن هي المساله في ايه؟ ان انا بدل ما اشوف عناصر تفوق النادي ده واحاول ان انا اطور من نفسي، لا انا عايز اشده لتحت. عايز اشده لتحت باي شكل من الاشكال. فبالتالي كل الكلام اللي بيحصل حوالين النادي الاهلي ده طبيعي ومنطقي، وناقشناه في حلقه الاعلام. ناقشناه في حلقه الاعلام، قلنا ان الميزان برضه مختل، وقلنا ان هو هيحصل، وقلنا هيحصل بالعكس، وشفنا الكلام ده. شفنا المشكله هنا بتقعد تكبر 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 تكبر، وهناك حاجات بتبقى كوارث ومفيش حد بيتكلم فيها. يعني مساله التحكيم مثلا، في حد متناول ازمه التحكيم في مصر السنه دي زي السنه اللي فاتت؟ ما هو الدوري السنه اللي فاتت كان التحكيم والفار تحديدا مؤثر فيه جدا، لكن السنه دي اكتر. في حد بيقول فين العداله؟ العداله الغايبه. احنا مش طالبين مجامله، احنا طالبين ميزان واحد للعداله. بسال الكابتن عصام عبد الفتاح، بعد اذنك يا كابتن عصام، ينفع حكم دولي، حكم دولي المفروض ان هو رقم واحد، يروح دوره رمضانيه لاحد الانديه المنافسه على لقب الدوري الممتاز وما يزعلش انه يتصور وتتنشر صوره على السوشيال ميديا وما يتحققش معاه ويتقال له كده غلط؟ لا، ده ايه بقى؟ ده ياخد اكبر معدل من الماتشات للنادي ده. اوكي، طب ليه بتحط نفسك في الشبهات؟ اربع ماتشات للكابتن ابراهيم نور الدين لنادي الزمالك اللي هو بتاع السنه بتاع امبارح عامل كوارث. وبعدين بقى عايز اقول للناس كلها، الناس كلها شافت اهي اللعبه دي يا كابتن اسلام. اللعبه دي دعس دي بترتقي في بعض الدول الى الكارت الاحمر، لان دي استخدام قوه مفرطه في محاوله ازاء. اصل دي ممكن يا كابتن اسلام تعمل ايه؟ تكسر مشط القدم دي، لانه كمان ده احد الادوات العنف الزائد اللي هي ايه؟ اللي هي الاسترزات بتاعه الحذاء، استرزات الحذاء، الكوع، المرفق، الركبه، الدماغ، دي كلها ادوات ايذاء في كره القدم ترتقي الى ده. ما خدش انذار هنا، نفس اللاعب ده خد انذار بعد كده. يعني لو في عداله طبيعي انه يحصل ايه؟ انه يحصل انه فريقه ما يكملش يلعب ب10 لعيبه. حتى الكوره بتاعه البنالتي بتاعه حسام حسن الواضحه وضوح شديد جدا. الاخ وائل فرحان، يعني انا عايز اعرف كابتن وائل فرحان اللي هو حكم الفار. اتفضل. يعني عايز اعرف يعني ازاي ما استدعاش الكابتن ابراهيم نور الدين وقال له تعالى شوفها؟ استدعاه في دي؟ لا، ما استدعاهوش، اتكلموا في اتكلموا في السماعه وقال له انت صح. ما هو كابتن ابراهيم نور الدين علشان جاي من مسافه بعيده جدا فما شافش الخطا كويس. ابص حتى محمد نجيب ممكن يكون حجب عنه الرؤيه. لكن انت دورك ايه؟ لا، ده انا عايزك تشوف رد فعل الاكشن بتاع محمد نجيب. ايوه، هيجنن. بص لو جابوها من قدام مش مصدق. هو بص كمل كده، كمل. مش مصدق ان هي مش هتتحسب. لا، هو تيقن هي هتتحسب. بص شفت ابراهيم نور الدين فين؟ بعيد شويه. لا، حتى محمد نجيب ممكن يكون مداري هو والتاني، فبالتالي لا، ممكن حكم حكم الفار المفروض. لا، حكم الفيديو، حكم الفيديو عنده السلطه ان هو يستدعيه، لان دي من الاربع حالات اللي هي اربع حالات نكررها تاني.
ركله جزاء مش ركله جزاء، هدف مش هدف، الهويه الخاطئه، الانذار، البطاقه الحمراء مش الانذار الثاني. اوكي تمام. أوكي. فبالتالي حتى على فكره في نفس المباراه دي كوره بتاعت حسام حسن في الشوط الثاني اللي كان فيها شك في لمسه يد على الجزار، حتى لما حسام حسن بيلعبها الجزار واخد رجله. اوكي. واللعيبه هيصت وقالت له يا كابتن راجع راجع راجع، ما حسبهاش. حسبها امتى؟ لما المهاجم بتاع الجونه ضرب رامي ربيعه بعدها في منطقه جزاء النادي الاهلي. أوكي. حسب فاول لرامي. نفس اللعبه دي هي دي. فبالتالي ميزان العداله مختل. مختل بشكل واضح. على فكره نفس الطقم ده، نفس الطقم ده كان الزمالك وسيراميكا، مباراه الزمالك وسيراميكا 3-2 ركله الجزاء الاخيره دي اخر فرصه. يعني احمد كابتن احمد ناجي معروف ان هو راجل متزن وما بينفعلش. كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى بتاع سيراميكا. طبعا راجل طبعًا متزن وما بينفعلش وما بيهاجمش الحكام على الاطلاق. طبعا خرج عن طوعه، قال لك حسبي الله ونعم الوكيل بعد المباراه من اللي شافه. شادي حسين ركله الجزاء واضحه وضوح الشمس، وبوائل فرحان على الفار، وكابتن ابراهيم نور الدين مفيش. طيب هل كلاتنبرج ده يعني سامعين ان هو اسم قوي وعمل وخلى وسوى، ولكن بعض الملاحظات عليه، لكن في النهايه هل من الممكن ان انا ككلاتنبرج اشتغل في رئاسه تطوير لجنه الحكام ومعايا رئيس لجنه الحكام الكابتن عصام فتاح اللي قال التصريح الشهير كذا 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 كذا، لكن هل ممكن ده يحصل؟ هل ممكن يشتغلوا مع بعض؟ طيب لو اشتغلوا مع بعض هل هيطلعوا لنا منتج في الاخر؟ الاستاذ اسامه عدد الحاجات اللي بتحصل يعني، وبعدين عقده سنه، هل التطوير هيتم في السنه؟ يعني ثلاث اربع اسئله في بعض. لا لا طبعا مش هيتم في سنه، الموضوع محتاج كبير. بص يا كابتن، يعني انا هقدر اشوف فرق؟ لا طبعا. لازم نعترف ان في مشكله في التحكيم. اوكي. هي المشكله الكبرى اللي كل الناس مش عايزه تقول ان في مشكله. يعني ما فيش حد يقف يقول لك صراحه، يقول لك ان في مشكله. عارف لو قال انه في مشكله هتبقى خلاص الامور، انت حاطط مشكله وهتبتدي نعالج. انت اتحاد الكوره جاب الراجل ده، دي خطوه، حتى لو الراجل ده مش اسم قوي، مش الاسم اللي الناس كانت متخيلاه، بس ماشي اوكي، دي خطوه ان انت ابتديت تقول ايه صحيح في مشكله وعايزين نطور. عارف المفاجاه يا كابتن اسلام ايه؟ المفاجاه ان الراجل ده اللي بيهاجموه اللي بره لجنه التحكيم من خبراء التحكيم اللي بتعرف السيادة التحليليه، شوف كلهم واحد واحد اتسالوا على اماكن متفرقه. كلهم بيقول لك لا اصلي مش هينفع، اصلي مش هيطور، اصلي هو ما يعرفش التحكيم عندنا، اصل هو. انا بقول لك هات اراء ليهم، فانت انتوا بتحاربوا التجربه ليه؟ ما تسيبوا التجربه تستمر يعني. ما نشوف التجربه ونساعد الراجل ونشوف الدنيا هتحصل فيها ايه. ليه بتهدوها من قبل ما تبدا؟ على فكره كابتن اللي بكلمك عليه دول اللي هم يعني، احنا كابتن عصام عبد الفتاح ممكن يكون ليه حجه ان هو موجود يا ان هو رئيس لجنه فخاف ياخد مكانه. طب واللي بره؟ اللي بره حضرتك بتحاربه ليه؟ شوف كل الاراء. ده احد الاعلاميين بيسال يعني حكم كبير جدا كان مرشح رئيس لجنه التحكيم، يقول له مش هينجح. شوف اللفظ، مش هينجح. مش هينجح يعني اللي هو ايه؟ هو بص حكيم، هو كابتن اسلام، احنا منظومه التحكيم محتاجه تطوير ولا محتاجه تطريز ولا محتاجه تطهير؟ بمعنى تطريز اللي هو الترزي يعني يرقع الثوب تمام، ولا يعمل لي بدله جديده تمام. دي حاجه اقول لك ايه بصراحه، دي هل حاجه ده ممكن يحصل في سنه. الحاجه الثانيه، هل محتاج تطهير؟ التطهير بقى يبقى محتاج تعمل حاجه مهمه جدا. اول حاجه تلغي باقات الاحتواء، اول حاجه الغي باقات تجدد. لا لا فيش الغي لا، ومعاها كمان ايه؟ ومعاها روح البروتوكول. لو رحت اي فرع في لا تلغي باقه، تلغي باقه الاحتواء، تلغي باقه الروح البروتوكول، لان دي مصطلحات جديده سمعناها السنه دي. والله عندك حق يا استاذ اسامه. وبعدين 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 الواحد بيشوف حاجات وبيشوف الفاظ ومصطلحات جديده علينا في حياتنا. يعني الواحد بقى له مثلا عمر، يعني مش هقول قد ايه، لكن عمر طويل قوي بيلعب كوره وبيشوف حكام وبيقعد مع حكام، ما بسمعش الحاجات اللي هو يا كابتن اسلام. انت روح القانون عارفينها، روح القانون روح البروتوكول. انا قريت البروتوكول من ايه تو زد، ما لقيتش روح بروتوكول خالص. متاكد؟ متاكد. لا مفيش طبعا، مفيش روح. انا عارف ان مفيش طبعا، ولما سالت ولما سالت يا كابتن اسلام ناس في لجنه الحكام في الاتحاد الدولي ضحكوا. يعني مسؤولين كبار لما قلت لهم في حاجه اسمها روح البروتوكول قعدوا يضحكوا، ضحكوا بجد. مفيش حاجه اسمها روح بروتوكول. يحصل الغاء باقات الاحتواء، الغاء روح البروتوكول، شفافيه في غرفه الفار. وكلاتنبرج قال حاجه في الموضوع ده عبد الحكيم برضه،
انه هو عايز يعمل كده فعلا، عايز يسمع الناس الكلام، عايز كل اسبوع. يعني هل ممكن يسمعنا كابتن وائل فرحان في المباراه الاخيره؟ قال الكابتن قال هو كل اسبوع هيختار. اصل دي مش حاله جدليه، دي سبحان الله حصلت في الماتش نفس الحاله ليك وعليك. هو قال انه هيختار مثلا 7 دقائق او 5 دقائق او 6 دقائق ايا كان من اللقطات اللي عامله جدل، تمام، وتتعرض تبقى متاحه للجميع. يعني ايه عامله جدل؟ ما عامله جدل من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظرك ولا من وجهه نظري؟ يعني الحالات اللي بتبقى جدل تبقى معروفه يا كابتن. يا ريت يا كابتن يعملوا كده. بص لو عملوا دقيقتين بس، المهم ان تبقى عندك حاجه خطوه. احنا فرحنا بالخطوه انهم جابوا الراجل ده، يعني احنا شوف فرحنا لدرجه ان احنا عايزين اهو يلا خطوه. ابتدى يتحارب من بره عايزين خطوه تانية. اوكي مفيش مشكله، بس يعمل حتى لو دقيقه يا كابتن. عارف دقيقه واحده الباقي الحكام هتخاف. لو انت عملت الموضوع مجرد ما تعمله باقي الحكام هتخاف. بس هو الموضوع برضه مش في التحكيم بس يا كابتن، يعني مسؤول قبل كده راح سجل عقد لاعب، مش كهربا على فكره برضه عشان الكلام واضح، سجل عقد لاعب لمجرد ان عرف ان عقده خلص والاهلي خد توقيعه، لاعب مهم جدا. ومش كهربا عشان بس الكلام يبقى واضح، بالمخالفه توثيق توثيق لازم خلال شهر من توقيع العقد. انت قلت لي على حاجه تخص الاتحاد الافريقي لكره القدم، رخص قرر ان يكون ملفات الترخيص لكل الانديه اللي بتشارك في النسخ دوري الابطال والكونفدراليه القادمه مش دي، مش اللي خلصت دي. يعني لو على اساس الاربعه اللي احنا عارفينهم اهلي زمالك فيوتشر دول خلاص بعتوا، دول بعتوا الملفات بتاعتهم، الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بعتوا الملفات بتاعتهم وخلاص اتحاد الكره اعتمدها وراحت. أوكي. النسخ مش دي اللي هتبدا، اللي جايه اللي بعد اللي هتبدا اللي بعد عشان الجدل، ومش مرتبط بمصر بس، مش مرتبط بمصر بس، مرتبط بدولتين تانيين غيرنا، هتبقى اونلاين زيها زي التيم اس بالظبط. اوكي. وفي دورات تدريبيه من بكره، من بكره في دورات تدريبيه للاتحادات. يعني مفيش حكيم ايميلات هتستخبى؟ لا ولا جوابات هتستخبى؟ لا طبعا. بص الايميلات صعب تستخبى. لو انا لو انا حبيت اجيب كابتن اسلام مثلا، كابتن اسلام الشاطر، اضمه عندي مثلا نادي بوتيج بلدنا مثلا، يعني حاجه احط على التيم اس اسجله، تمام، هيقول لي لا كابتن اسلام متسجل في النادي الاهلي، هيرفضك. ده اللي هيحصل بالظبط في اللي جاي في الاونلاين. هتيجي تحط مثلا تقول انا ماليش مديونيه مثلا، عشان بس نتكلم على علينا مثلا، خلينا على النادي الاهلي، خلينا على النادي الاهلي مثلا، عند هدرسفيلد مثلا، حلو، او ليفربول، او ليفربول مثلا، عشان محمد صلاح عندنا مشكله مع ليفربول مثلا، محمد صلاح انه مستحقات عنده. فهتيجي تحط تقول انا ما عنديش مشكله مع مين، مع ليفربول، السيستم مش هيقبلك، يقول لك لا ده في شكوى يا باشا عليك في المحكمه الرياضيه الدوليه. بقول مثلا مثلا بقول مثلا يعني طبعا عشان بس ما نبقاش نتكلم عن حد، هيقول لك انت مسك لا ده في المحكمه الرياضيه الدوليه عليك شكوى ما زالت متداوله، او عليك حكم، هتبقى ده النظام. أوكي. عشان ما فيش مجال لاي كلام ورقي او ان انت تعمل اي خطوة حاجه. كويسه خطوه دي لو حصلت اعتقد هتبقى خطوه رائعه. لا خلاص يا كابتن، ده قرار، ده بقول لك خلال مكتب التنفيذ الاخير، خلال 24 ساعه 48 ساعه هيبدا يحصل دوره تدريبيه لاونلاين للاتحادات الرياضيه على التسجيل الالكتروني. الكلام ده خلاص، ده قرار، مش اعتقد ده شيء جيد يا استاذ اسامه. 100% طبعا، واتمنى يا رب ان يبقى الشفافيه دي في القاره الافريقيه. خد بالك كابتن برضه، معلش هقطع كلام استاذ اسامه، هم بيعملوا كده عشان دوري السوبر الافريقي، لان دوري هو عايز يوصل لدوري السوبر، لان المبالغ الرهيبه بتاعته اللي هتاخد مكافئات، هو مش هيدخل بقى. هو هل هيحتفظ بدوري السوبر ده لو عمله؟ هل هيحتفظ بدوري ابطال افريقيا؟ انا مش فاهم. لا ما اعتقدش. هو ما قالش على فكره، هو ما قالش، بس هيتغير نسختين، الدوري ابطال افريقيا هيبقى دوري السوبر الافريقي، والتاني ده هيبقى ليه اسم تاني انا مش متذكره دلوقتي، هيبقى المسميين بدل الكونفدراليه يعني. هتبقى بدل الكونفدراليه. بس من 5 ل10 مليون اعتقد ده شيء جيد جدا. 100% تطور كويس، بس هل احنا مؤهلين كقاره افريقيه للتطور ده؟ مش عارف. دي مساله، هو تقسيمه الجغرافي وحش جدا. يعني هو انت بتخلي الانديه اللي فوق الشمال اللي هم معروف ان كان تملي في دور الثمانيه، اللي هم 8 فرق، بيبقى 6 من 8 او 7 من 8، السنه اللي عدت كان 7، السنه اللي عدت على ما كانوا 6 من 8. تمام، بتخليهم يلعبوا مع بعض وتاخد منهم عدد يروح يشتغلوا مع وسط وجنوب وغرب وشرق. طبعا دي مشكله كبيره جدا لانديه الشمال، واعتقد ان لازم يبقى في نوع من انواع الضغط ما بين الانديه دي بحيث ان النظام ده يتغير، علشان ما تبقاش حسبه تقسيم اصوات انتخابيه. اوكي. علشان ما يبقاش فيها مراعاه لان انت بصراحه يعني مش عادل، انت دوري ابطال افريقيا في المواسم الاخيره دي كلها فرقه واحده بتدخل لك من جنوب افريقيا او من اي دوله من الدول السمراء، والباقي كله انت شمال افريقيا مسيطر صح عليه، صح، مسيطر عليه بشكل واضح يعني. فبالتالي مش عادل. منتخب يعني نسخه فاز بيها دوري ابطال افريقيا 2016 سان داونز، من 2016 وبعدين كمان لحد دلوقتي افريقيا الشماليه هي اللي بتاخد. صح؟ وبعدين وبعدين المساله برضو، معلش احنا قاره افريقيا، ده دلوقتي الطيران بقى في حلول مش زي الاول. اوكي. ان يعني اسيا ده قاره كبيره،
فعاملين دوري ابطال اسيا شرق وغرب، واللي بيصفوا يطلع واحد من هنا واحد من هنا يلعبوا الفاينل. اوكي. لكن انت في افريقيا عايز تطبق النظام دوت، لا المساله مش فير بهذا الشكل. مش فير. بس هو كويس انه النقطه اللي اثرها عبد الحكيم انه يبقى فيه شفافيه أوكي. في اعتماد التراخيص على فكره استاذ، الكاف بيحاول بقدر الامكان حتى لو كان عليك علامات استفهام مثلا على التحكيم في الكاف على بتاع، بس هو بيحاول يرتقي. يعني ما تقدرش، لازم تشدهم انه بيحاولوا يرتقوا. حتى فكره الدوري السوبر الافريقي اللي الناس بتنتقدها دي فكره كويسه جدا، انك بتعمل مداخيل كبيره للانديه. لما بتتكلم في مكافاه البطل 10 مليون دولار، ده حاجه كويسه جدا. 10 مليون دولار ده 180 مليون جنيه. اه طبعا هتبقى نقله كمان. بخلاف حاجات تانية بقى انت هتاخدها لو رحت كاس العالم، وقتها هيبقى الرقم اعلى، سوبر افريقي اعلى، بيزود طيب. عندك الرعايه، بيزود عندك حاجات كتيره جدا. فاعتقد ان دي فكره كويسه جدا حتى لو هي محل انتقاد حاليا، بس هتبقى فكره كويسه جدا بالنسبه للانديه مستقبلا. استاذ اسامه، خلينا نروح بقى لفريق الكره شويه. رايك في تحركات اداره الكره في النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، خصوصا بعد الخساره من كاس مصر الاخيره، في بطوله كاس مصر الاخيره، وتحركات بقى كابتن خطيب وبقيه المشرف على الكره، كابتن خطيب ولجنة التخطيط وشركة الكرة، فيما حدث خلال هذه الفترة؟ والله أنا يعني ده وضع طبيعي، وده طبيعي جدا بيحصل في النادي الأهلي، ما مش مستغرب، لأن طبعا احنا ثقتنا كبيرة جدا طبعا الكابتن محمود الخطيب، يعني طبعا أعظم من لمس الكرة، وبعدين يعني إنجازاته نفسها الكروية تتحدث عن نفسها، ده بخلاف الألعاب الأخرى، عشان الناس بس ما تاخدناش لسكة تانية الألعاب الأخرى. وكمان على الصعيد الإداري لا، كمان أنا عامل نقلة وسابق الناس كلها بخطوات، خطوات الشركات اللي اتعملت طبعا، وملف كمان الاستاد اللي بيتعمل، كل ده ماشي في إطار واحد. فبالتالي أنا شايف أنه النادي الأهلي في الدروب اللي حصل، وده بيحصل على فكرة في كل الأوقات، يعني في كل إيه، في كل عقد من الزمن لازم طبيعي يحصل لك دروب. أوكي. خاصة ان انت في وقت صعب جدا وعليك ضغوط غير طبيعية. يعني يمكن هيكون معاك زميلنا العزيز كريم سعيد اتكلم في جزئية مهمة جدا منطقية جدا، ان الضغط العصبي والبدني واضح في قرارات اللعيبة. يعني بمنتهى البساطة، لو انت قاعد تشتغل بدماغك 8 ساعات غير لما بتشتغل بايدك، وده اللي احنا بنقوله. البعض يا عبد الحكيم بيحاول ان هو يحط موضوع اللي احنا بنتكلم، يعني ان الدنيا انا قلت طلعت كذا مره، حتى انا طلعت، يعني خسرنا الكاس مصر الخميس، طلعت الجمعه، قلت يا جماعه احنا لاعبين بالعقل بالمنطق، يعني احنا لاعبين 150 مباراه في سنتين، انا ما حسبتش 3 سنين، خلي بالك احنا بقى لنا 3 سنين متواصلين. انا حسبت سنتين ما بين دولي وافريقي، انت لاعب 150 مباراه، بالتالي تلعب 75 مباراه. البعض بيحاول ان هو ياخدك لسكة انت بتقول الكلام ده كله مبررات. اعتقد ان الاصابات الكتيرة واضحة على في هذا الامر. ده لا، ده في كمان غير الاصابات يا كابتن. انا بالصدفة النهاردة كده وانا بشوف في اليوتيوب، لقيت فيديو مباراة الاهلي واسوان اللي الاهلي كسبها 5 على ما اتذكر. يعني شفت حمدي فتحي، انا بديك مثال صغير جدا، حمدي فتحي بيجري وبيجيب جون، والجارية بتاعته والشكل والتكوين، لو جبت وقارنت بين حمدي فتحي النسخة اللي موجودة دلوقتي، تعرف كم الارهاق، كم الارهاق اللي على اللاعب. دي كانت من كام سنة؟ لسه من سنتين أو من 3 سنين، يعني كان مع فايلر على ما أعتقد، لا على فايلر كان لسه برضو الإجهاد، كان لسه ضغط المباراة في بدايته. تمام؟ شوف حمدي فتحي، أنا بديك نموذج صغير جدا على فكرة، أنا ما بقولش حمدي فتحي تحديدا، يبين لك قد إيه اللعيبة مرهقة. وبرغم كده وللمرة الثانية، عشان بس الناس ما تفهمش الكلام غلط، طبعا خسارة الأهلي لكأس مصر مشكلة للجماهير، وإحنا زعلانين والناس زعلانة، بس للمرة الثانية قول للظروف اللي عند اي نادي، لو اللي عند الاهلي يتحملها تعالى كلمني، شوف مين القوام اللي عندك مصاب. انت داخل ماتش المقاصه بتاع بعد بكره، بعد بكره الراجل، يعني حتى المدرب بيبص على قطاع الناشئين، لان الناشئين لسه ان الدوري بتاعهم هيبدا في شهر 9، فالقطاع الناشئين ما بداتش، لا حتى اللي متصعدوا، وحتى اللي متصعدوا، حتى اللي اتصعدوا، ما زياد طارق مصاب، واحمد زياد طارق لسه النهارده، واحمد كوكا اتصاب، احمد كوكا 3 اسابيع. بقول لك يا كابتن اسلام، انا قاعد بتفرج على ماتش الجونه الاخير دوت، جالي شد لوحدي. طب يا عم اسامه، ده انت مريح بقى لك، مريح بقى لك والله من كتر ما التاثر بالحاله بتاعت اللعيبه. انا مش لا بنطبل ولا بنبرر، وانا معاك، قلت لك حق الجمهور يزعل طبعا، حق الجمهور يغضب، لا الجمهور واللعيب طالما انا مش محسسني انه بيقاتل هلومه، عندي مشكله، لكن لما يبقى اوفرلود بالشكل ده
لا، لما يقع مني شريف ويقع مني السولية وكلها إصابات عضلية واضح. ده ديانج الدبابة بسم الله ما شاء الله الوحش ده فيه في ماتش بسموحة ما كانش قادر يجري. كان صعبان عليا والله، كان صعبان عليا. خد بالك كابتن، اللعيبه الافارقه دي برضو اللعيبه المحترفين اللي بتلعب مع منتخبات بلدهم، عشان بس الناس مش واخده بالها من الكلام ده. يعني علي معلول اساسي في منتخب بلده، اساسي في منتخب، كابتن منتخب بلده بيلعب اساسي كل الماتشات، وبيرسي تاو لحد ما اتصاب كان موجود في منتخب بلده بيلعب اساسي، وقالي ديانج وميكيسوني تمام، بس كلهم يعني طلع ميكيسوني شويه، لان ميكيسوني اخر لان ما لعبوش امم افريقيا مثلا تقريبا على ما اعتقد، فالموضوع بالنسبه له يعتبر نسبه مريح. بس برضو الموضوع ضغط، انا برضو مش بقول لك ان اللعيبه مثلا مستواها اقل، بس انا مش عايز الوم اللعيبه والله العظيم، مش عايز مش عايز الوم اللعيبه طبعا، لان الضغط البدني، مش عايز تلوم اللعيبه، مش عايز الوم اللعيبه لان ناس كتيره بتتحمل على اللعيبه ان هي طبعا هم الخساره مش مختلفه مع حضرتك، بس صدقني اللعيبه بتمر بمرحله والله يا كابتن، حضرتك كنت لعيب كره وعارف حضرتك شايف. انا لما قلت كده الناس زعلت مني. لا الضغط العصبي يا كابتن، انت بتقول كده عشان بتطبل وتعمل الضغط العصبي يا كابتن، هتطبل مين على فكره؟ الضغط العصبي يا عبد الحكيم بيؤثر على الحاله البدنيه جدا، ده مش هو بيؤثر كمان على القرارات، القرار الله القرار اللي بتاخده برجلك او بدماغك انت. أنا عايز ابص الكره لعبد الحكيم كده، اعملها له كده سهله، أيوة. مفيش حاجه هتلاقيها ماشي راحت لاسامه. ليه؟ لاني مضغوط والله. انا عصبيا مضغوط، انا مضغوط عصبيا، يعني انا مضغوط عصبيا، حتى شوف انفعالاتي، شوف قرارات. يعني هو حد يتصور ان محمد الشناوي اللي وصل لمرحله انه يبقى واحد من اعظم 10 حراس في مرمى في العالم؟ صح طبعا، بشهاده الناس كلها، يغلط الغلطه اللي في نهائي كاس مصر بالشكل ده؟ ما هو ده نتيجة إيه؟ طبعا نتيجة الضغط العصبي، صح، الضغط العصبي الرهيب، بالإضافة إلى أن الناس مش ملحقة تاخد راحات، مش ملحقة تعمل استشفاء ما بين الماتشات، فالراجل يعني كتر خيره. بس في نفس التوقيت، في نفس التوقيت إحنا متعودين أن الأهلوية عارفين أن لعيبة النادي الأهلي بتلعب بروح الفنان الحمراء، بتلعب علشان البطولة، ما عندناش رفاهية الأعذار، ما عندناش رفاهية الأعذار، ولكن في المقابل ما تديش الفرصة بقى لحد تاني يلعب. يلعب. لا، وهي كلمة مهمة جدا يا كابتن إسلام بالنسبة للجماهير، والكلام ده على مسؤولية الشخصية. يعني إحنا ما عندناش غير إن إحنا ندعم الناس دي لنهاية الموسم، لأن هم دول اللي قدامك. أنت زعلان منهم أوكي يا عم، إحنا زعلانين كل منهم، بس أنا عندي بديل تاني. يزعل من ابنه. لا. أنا عندي بديل لحد 30/8 تاني. لا. لا. أملك لو بديل. احسن، انا ما اعرفش ده حصل ولا لا، عشان بس ما حدش يقول لك اسلام قال، ما حصلش، انا ما اعرفش موضوع اسلام. لا، في شغل كويس جدا. نعم؟ جدا في شغل كويس جدا. لكن انا بقول لك حتى لو في، لو جبنا 30 صفقه جديده مش هتعرف تستفيد منهم، مش هتعرف تلعب يوم 30 لحد 30 8 10 مباريات اللي فاضلين لك في الدوري دول، كل ماتش فيهم اللاعب محتاجك بالظبط، تحمله باي حال واي مستوى. صحيح. تمام، لسه الامل باقي، وانا بقول لك واحنا الاهلي فرصه اقوى واكبر، برغم كل الظروف اللي بنتكلم فيها، برغم الغيابات ال 10 11 لاعب اللي مش موجودين، برغم الارهاق، برغم الضغط، بشرط ان انت تلعب بروح الفنان والتحكيم العادل، وتوفر لي الظروف، وتوفر لي الظروف المناسبه للعب. والله حتى لو يا عبد الحكيم ما وفرتليش الظروف، انا عايز تحكيم عادل. بس الظروف بالمناسبه لايه؟ انا عايز تحكيم عادل بس. لا يا كابتن، اديني تحكيم عادل. في حاجات دلوقتي، في حاجات دلوقتي يا كابتن، يعني مثلا دلوقتي جماهير الاهلي، جماهير الاهلي ولها كل حق انها تغضب من لاعبيها. حلو، جماهير الاهلي دي حتى لو غضبت بتبقى الغضب بتاعها ليه حدود. لا، اليومين طبعا تلاقي ناس بتدخل في النص، تستغل الموضوع، يروح واخد الشناوي، حضرتك عارف السوشيال ميديا دلوقتي بتاثيرها، يروح واخد الشناوي داخله بقى جايب لك فيديو قديم. عايز اقول لك على حاجه، تاثير نفسي رهيب. لا بس ساعه الجد، لا ساعه الجد جمهور الاهلي واضح، واحد والله ناس بتستغل ما شاء الله. تحيه لكل اللي كانوا في ماتش الجونه. طبعا تحيه طبعًا. لكل الواحد كان في ماتش الجونه، ساعه الجد جمهور الاهلي ملوش مثيل. هو جمهور الاهلي من 1907 احنا والله ما تحيز، والله ما تحيز، اعظم جمهور في الكون. انا لفيت العالم وشفت الدنيا، مفيش جمهور عنده وفاء وانتماء وولاء. بعدين ده ايه؟ مش عايز حاجه، عايز يفرح، بيعمل كل حاجه، بيدفع من جيبه وبيعمل كل حاجه علشان خاطر اللي هو المنافس. يا كابتن بشير التابعي اللي هو المنافس، لاعب نادي الزمالك السابق، لاعب نادي الزمالك السابق طبعا. كابتن بشير كان في لقاء تلفزيوني في احدى القنوات الخاصه الكبيره، قال كده بالنص، كان هو حد من نجوم الاهلي السابقين يعني. قال له المذيع بيقول له كذا، قال له احنا بنخاف من جماهير الاهلي بس، مفيش حاجه تانية، احنا جماهير الاهلي الحاجه الوحيده اللي كنا بندخل الملعب بنهبها. صح والله، اللقاء على فكره موجود لسه من اسبوع او 10 ايام، وده مؤكد ان الناس كانت بتنزل الملعب تشوف جمهور الاهلي تتخض. اقسم بالله، اسالنا انا بقى الحاجات دي، اسالنا انا وحياه ولاد. يعني مش عايز اقول لك ان كنا بنشوف احنا في لعيبه في الملعب
تشوف الخوف في العينين. أيوة. قدامنا مرعوبين. اي فريق مش في ماتش كان في اسكندريه كابتن، اي فريق اقسم بالله بتنزل كده تبص بالصدفه يعني، ما انت زمايلك كلهم اخواتك واصحابك بتبص لبعض كده، لا مش هو ده اللي انا اعرفه، مش هو ده عبد الحكيم ابو عالم اللي انا عارفه. ايوه ايوه ده هو ماله مصفر وخايف ليه، مع ان جمهور يعني جمهور الاهلي ما بيعملش حاجه غير انه يشجع فريقه فقط في الوقت ده يعني. في ماتش قريب جدا من سنتين او من ثلاث سنين مش متذكر، ودايما كده في دوري ابطال افريقيا كان مع النجم الساحلي مش متذكر مين، وكنا مش عارف النتيجه كانت هناك ازاي، وكان في الماتش في اسكندريه وكان الملعب كان سمح لينا تقريبا ب 15000 وحاجه زي كده. قريب قريب كسبنا الماتش ده 6-2 6-2 ثلاث اهداف في اول 30 دقيقه يا كابتن من تاثير الضغط الجماهيري الرهيب. طب خليني احكي لك على حكايه. اتفضل. مره مانويل جوزيه مباراه كنا بنلعب كوتوكو الغاني. كوتوكو عشان كوتوكو الفرقه دي كنا لازم نكسبها اكتر من 2 عشان نصعد، تصعد اول مجموعه مش فاكر ولا تاني المجموعه مش فاكر الموضوع تحديدا. دخل قعد قال الكلمتين، قال فلان وفلان 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 هنلعب كذا وكذا 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 النهارده لغايه الدقيقه 30 عايزين نبقى كسبانين 4 لغايه الدقيقه 30 وحياته يعني انا عايش يعني، وعندي الفرقه كلها معروفه، وكابتن اسامه حسني كان جاب جون عالمي او عمل جون لفلافيو عالمي اللي هو بكعبه وحطها خلاص، وشوقي عمل جون عالمي، محمد شوقي، كل الناس موجوده يعني تقدروا تسالوا فيها كلهم ربنا يديهم طول العمر. في الدقيقه 28 كانت النتيجه 4-0 في الدقيقه 28 النتيجه 4-0 قام واقف على الخط، طلع واقف على الخط كده مانويل جوزيه قال لك اوكي جود كويسين هايلين ماشي الكوره بقى وحيات زي ما بقول لك كده، وعندك عدد كبير جدا من اللاعبين موجود. انا على اقول لك على تاثير الجمهور يا كابتن اسلام، لان حاجه وحضرتها يعني في 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 الظروف اللي احنا عايشينها دي مش موجود في العالم الكبير. الظروف صعبه اليومين دول. في الظروف صعبه، لكن اتيحت للنادي الاهلي فرصه انه يلعب في كاس عالم الانديه في الدوحه اللي هي كانت في البابر. اوكي. وكان في عدد صعب محدد قوي. وكان في عدد محدد للجمهور. مظبوط. انا كنت في الملعب وسط جمهور الاهلي. اوكي. تخيل انفانتينو قال ايه على جمهور الاهلي. قال ايه؟ قال جمهور الاهلي المصري هو سبب نجاح البطوله دي. سلام. يعني شوف قد ايه تشعر بالفخر. وبعدين جمهور الاهلي في السوبر الافريقي مرتين قدام نهضه بركان وقدام الرجاء، حاجه تفرح. وحتى في ابو ظبي في الكاس العالم. خلي بالك مباراه الاهلي والزمالك الاخيره برضو. علشان كده عايز اقول لك ان تفكير جاد جدا من دوله قطر مستضيفه كاس العالم 2022 ان تعزم النادي الاهلي علشان هو يبقى الافتتاح الرسمي لاستاد لوسيل اللي هو هيستضيف نهائي كاس العالم. ده خبر ولا لسه؟ ده معلوماتي الخاصه. معلوماتك الخاصه. ماشي، خلينا يعني نشوف المعلومات دي انا اتمنى يا رب. حاجه تدعو للفخر يعني. حاجه تدعو للفخر. الاهلي دائما ما يمثل افضل شيء. والنادي الاهلي علشان كمان عنده الرابطه بتاعته في الدوحه حاجه تفرح. بسم الله ما شاء الله منظمين، وحاجه بقياده الصديق العزيز المستشار حسام ابو العيله. يعني حاجه تفرح. حاجه محترمه. حاجه محترمه، ناس كلها بتحب النادي الاهلي وناس كلها في بوزيشن عالي. يعني المهندسين والدكاترة بتحب النادي الاهلي بس مش حاجه ثانيه. تخيل بيصرفوا علشان يرتبوا الدخلات، يرتبوا الترتيبات ومع الناس. اتمنى ده لو حصل هتبقى حاجه رائعه جدا وفخر لينا وفخر لكل اهلاوي، ودائما اهلاوي انا والفخر ليا مش انا لوحدي، كل الاهلاويه صحيح. الفخر ليهم. انا بشكرك جدا يا استاذ اسامه على وجودك معانا. انا ان شاء الله نتمنى نلحقك مره كمان في المتسابق. هتشرف طبعا. انت حكيم معانا. لا انا موجود معاك يا كابتن. موجود معايا على طول. موجود معاك وشرفين اكون موجود معاك كل مره. ودايما سعداء بوجودك معايا. الله يكرمك كابتن. شاكرين يا استاذ عبد الحكيم. حبيبي يا كابتن. شكرا جزيلا للاستاذ اسامه السويسي، استاذ عبد الحكيم ابو علم. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في البيت الكبير، هنتكلم فنيا عن المباريات السابقه للنادي الاهلي ومباراه يوم الاربعاء القادم امام المقصه. بعد الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي اللي دايما بيبقوا موجودين معايا. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. يعني مبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله كويس؟ تمام. الحمد لله. كريم سعيد ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. مبدئيا النهارده هنتكلم عن حاجات كتيره جدا جدا فيما يخص الفتره السابقه، ولكن برضه هسالكم السؤال اللي بدات بيه مع الاستاذ اسامه والاستاذ عبد الحكيم ابو علم. استاذ اسامه السويسي والاستاذ عبد الحكيم ابو علم، فيما يخص هل هناك محاولات لتشتيت
الجمهور الاهلاوي واللاعبين ولاعبي النادي الاهلي بغرض ان احنا نبعد تفكيرنا عن التحكيم اللي بيحصل في التحكيم واللي بيحصل في موضوع اتحاد الكوره من ان الجواب استخبى وكذا وكذا وكذا، ولا من وجهه نظركم الامور ماشيه جيده؟ ابدا باحمد. انا شايف ان اكيد طبعا كلام حضرتك مظبوط. شايف ان السوشيال ميديا كمان في الناحيه الثانيه في الزمالك عندهم السوشيال ميديا متحده شويه عن السوشيال ميديا الاهلاويه، وده بصراحه عامل نوعا ما يعني لازم يا جماعه نتحد في الفتره دي، لازم الناس كلها تكون واقفه، لان احنا عندنا 10 ماتشات تكسب ال 10 ماتشات تاخد الدوري. وعلى فكره هو لسه يعتبر احنا لسه في الموسم الاصلي اللي هو بطوله الدوري وبطوله كاس، احنا اللي خسرناها دي بطوله الكاس بتاعه السنه اللي فاتت يعني. فانت السنه دي لسه عندك دوري ولسه عندك كاس، عندك 10 مباريات. الفتره ديت مطلوب من الجميع التكاتف الاتحاد مع الناس أوكي. كلها. طبعا انا شايف جمهور الاهلي في المباراه الاخيره في الجونه بصراحه كل التحيه ليهم على دايما واقفين جنب الفرقه طبعا. حتى والفرقه متعادله في الدقيقه 70 و60 والاداء ما كانش احسن حاجه، الا الناس برده بتشجع لغايه طبيعي هنتكلم دلوقتي في الحاجات دي، ولكن تحيه كبيره لجمهور الاهلي دايما على الدعم. ولكن لازم في الفتره دي يا كابتن اسلام الاتحاد كل الناس تقف مش اتحاد الكوره الاتحاد مع بعض ان احنا كلنا سواء مجلس اداره نقف ورا مجلس الاداره بتاعه النادي الاهلي طبعا. نقف ورا مدير الكوره بتاع النادي الاهلي، نقف ورا اللعيبه، نقف ولازم الناس كلها المدير الفني الجهاز الفني بالكامل كل الناس دي لازم كلنا نقف ورا، لان الفتره دي زي ما قلت لحضرتك يعني لو استعرضنا بس كده المباريات المتبقيه للفرق الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هي ال10 مباريات المتبقيه، احنا بقينا 10 ماتشات عندنا. انا شايف ان الثلاث ماتشات اللي جايين بنسبه كبيره الثلاث جولات اللي جايين هيحددوا شكل الدوري راح على فين. صحيح الدوري هيفضل لغايه اخر اسبوع واخر اسبوعين، ولكن الثلاث مواجهات الجايين للزمالك ادي المباريات. النادي الاهلي عنده المقصه، عنده المقاولين، عنده الاتحاد السكندري، وعنده كمان بعد كده يمكن الاول المقصه وبعد كده المقاولين وبعد كده فاركو وبعد كده الاتحاد وبعد كده المصري وويسترن كومباني والاسماعيلي وانبي والجيش وسيراميكا. تعال نشوف مباريات الزمالك اللي جايه. الزمالك عنده فيوتشر وعنده بيراميدز وعنده الجونه في الجونه. فالثلاث ماتشات الجايين للزمالك انا شايف ان الثلاث فرق لسه في ال10 ماتشات دول الثلاث هيعطلوا، يعني الثلاثه اكيد هيحصل ان في واحد فيهم هيعطل، الثلاث فرق هيعطلوا في مباريات من اللي جايه. ولكن اللي هياخد الدوري هو اللي نسبه يعني العطل العطل او التعثر اللي هيحصل في المباريات دي هتبقى اقل، ده اللي هياخد الدوري. فالنهارده مباراه الزمالك اللي جايه الثلاثه صعبه، فيوتشر، بيراميدز، الجونه في الجونه اللي هو بينافس على الهبوط، وبيراميدز بيعتبر بينافس على الدوري دلوقتي. مباراه فيوتشر برضه منافس قوي جدا ويعتبر الرابع دلوقتي حاليا الرابع على الدوري ولسه واخد كاس الرابطه وعايز يرجع، كابتن علي ماهر بقاله بيمر بفتره تعثر بعد ما اخد كاس الرابطه فعايز يرجع لحساب الزمالك. مباريات بيراميدز، البنك الاهلي، الزمالك، المقاولين، المحله، سموحه، فيوتشر، سيراميكا كليوباترا، الجونه. فانت بتتكلم لا برضه مباريات صعبه، مباريات صعبه بس انا شايف ان مباريات الزمالك الثلاثه اللي جايين ثلاث مباريات صعبه، ممكن يحصل تعثر في واحد من المباريات دي، عشان كده انت كنادي اهلي لازم تكسب ال10 مباريات الجايين. انت ان شاء الله لو فزت بال10 مباريات الجايين دول اعتقد ان شاء الله ان انت هتبقى بطل الدوري. طيب كريم برضو عايز اسالك عن الضغط العصبي والنفسي اللي بيقابل من لعيبه النادي الاهلي او اللي محطوط على لعيبه النادي الاهلي خلال هذه الفتره. واضح جدا يا كابتن اسلام في الفتره الاخيره ان الارهاق البدني اوكي بيؤثر على الضغط العصبي وكمان ورزانه اللاعبين داخل الملعب. دي نقطه مهمه جدا حتى للرياضي، يعني حتى في علم النفس الالعاب الرياضيه حتى مش الكوره بس، دايما الرياضي اللي محافظ على توازنه النفسي وعلى ثباته الانفعالي بيؤدي احسن بكتير من الشخص العصبي. انا ملاحظ ان لعيبه النادي طبيعي ان هم في الفتره الاخيره وبعد الاجهاد البدني الشديد وفي وجهه نظري يعني خلاص تاكد لما الناس شافت يعني عمرو السوليه مجرد بس بيعمل باك باس في 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 ماتش الجونه شفنا يعني بيتعرض لمزق في العضله الخلفيه والناس تيقنت ان اللعيبه فعلا بيمروا بمرحله بدنيه واحمال بدنيه سيئه بقالها فتره، وبدا النادي الاهلي للاسف يجني ثمارها في الوقت الحالي وعدد من اللاعبين شفنا محمد شريف بيقع، حسين شحات بيقع، عمرو السولية بيقع، والامان لا قدر الله مين ممكن تاني يقع في الفتره يعني. هو الراجل واضح ان هو معاه السكاوت يعني المحللين الاداء اللي معاه بيقولوا له، لان هو طلع المؤتمر الصحفي اللي فات وقال ان
جايز جدا يا جماعه يحصل اصابات طبعا أكتر. طبعا طب ولسه هنتكلم على الحته دي عشان بس برضو نبين للناس دلوقتي بنتكلم عن النفسي والعصبي طبيعي جدا دلوقتي اللعيبه فعلا متعصبه وعندنا مثالين واضحين جدا حصلوا قدامنا في ماتش نادي الزمالك وماتش نادي الجونه. ماتش نادي الزمالك شفنا عديد من لعيبه النادي الاهلي بيطالبوا حكم اللقاء بانذار تاني لزيزو لكن زيزو ما كانش واخد غير انذار واحد فعلا. ماتش الجونه شفنا رامي ربيعه يا عيني من ضغط العصب بتاعه جايب الجون. اسال اي دكتور اي طبيب نفسي يقول لي بعد المفروض بعد الجون ده اللعيب يفرح لان هو مضغوط عصبي مش يفرح عشان الناس تقول لي يا كريم هو يعني هيفرح واحنا مغلوبين الكاس. لا هو بيفرحش عشان هو نسي نتيجه الكاس. لا في ضغط عصبي دي حاجه لا شعوريه داخل الرياض لما مغلوب بطوله او خسران بطوله وفي وقت ضغط او ما بيحس ان هو حقق شيء غصب عنه ممكن يفرح ويبدا يحتفل باي شكل إن كان حتى يروح الجمهور لان رامي ربيعه بيروح لعماد السيد بيقول له هات الكره عشان عايز سانتا. واضح ان في ضغط عصبي شديد جدا 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 طبعا محاولات من الجهاز الفني ان شاء الله ان هو يحاول يخرج اللعيبه من النقطه دي ولكن هو طبعا لازم يحل النقطه الاولى اللي هي الاحمال البدنيه السيئه اللي النادي الاهلي عاشها بقاله اعتقد 7 شهور و8 شهور من مدرب الاحمال السابق اللي كان مع بيتسو موسيماني. وبصراحه انا كنت انتقدته كتير رانجونجا ان هو كان بيعمل في احمال في عدد من التدريبات اللي اللعيبه بتاخدها يعني مثلا كنا نسمع اللعيب الفريق بياخد 8 ايام اجازه هوب يرجع على تقسيمه والكلام ده اتقال كتير لكن في الاخر حصل اللي حصل. طبعا بكل تاكيد المعلومه الاكيده قدامنا حاليا ان الجهاز الفني الجديد دي مش شيلته مش ازمته هو بيحاول يحل والراجل ما عندوش اي مساحه في الوقت الحالي انه يزود احمال اللعيبه هو فعلا زي ما قال بيحاول بس يعمل تدريبات استشفائيه. احمد من متابعتك لريكاردو سواريش هو الاسلوب اللي لعبه اللي جاي بيه من فيسنتي ولماذا حول طريقه اللعب او غير طريقه لعبه اذا كان غيرها في مباراه الجونه؟ يمكن هو مستر ريكاردو على فكره مدرب عنده فكر يعني بيلعب بكوره عنده فكر حديث عايز يطبق كوره حديثه هو دايما بيتابع قوي برضو عشان هو بس تفاهم. هو غير الفكر هو بيلعب بنظام البوزيشنال بلاي اللي هو اللعب التموضعي اللي هي الكره الحديثه دلوقتي في اوروبا المدارس الحديثه اللي هم اللي طالعين الشباب اللي طالع جديد بيستخدموا حاجه نعرض بس البوزيشنال بلاي يعني ايه ده في الكره الحديثه نشرحها يعني ده خلق تفوق عددي او نوعي للفرقه اوكي دايما وسواء في مراحل البناء تعال نسميه لو سمحت انت فضل. ازاي بتخلق تفوق عددي في مراحل اللعب عندك بتبقى زي ما احنا شايفينها كده ده البوزيشنال بلاي ده في نظام الكتب التدريب يعني هات بس الصوره الاولانيه اللي هي مكتوب عليها البوزيشنال بلاي هتلاقي فيها يعني نظام التفوق العددي اللي هي ايه ايوه هي الصوره دي 2-3-2-3 ده كان فكره يعني ان انا هلعب 2-3 زي ما كان بيلعب مثلا باتنين مساكين عبد المنعم وياسر ابراهيم مباراه الزمالك وقدامهم كان حمدي فتحي وبعد كده السوليه وديانج الثلاثه الارتكاز وقفشه ناحيه اليمين وعبد القادر ناحيه الشمال وقدام كان محمد شريف. هو الراجل الفكره فكره الطريقه دي ان انت دايما زي ما انتم شايفين كده التريانجل اللي هي المثلثات الموجوده والدايموند بتستحوذ على الكوره اكتر قدر بتعمل ضغط عالي عامله لك تفوق عددي في الهاف سبيس. فالطريقه دي مشكلتها بقى مع النادي الاهلي ان الراجل ده جه في وسط موسم دي رقم واحد. رقم اتنين ان في كريم اتكلم على كميه الاصابات الموجوده والجهد البدني والارهاق البدني الموجود فالراجل جاي يعني مش عارف يطبق الفكر ده لان مفيش ما يسعفه عشان تطبق البوزيشنال بلاي دي. اولا لازم تحرك بدون كوره لازم يبقى اللعيبه جاهزه بدنيا لازم يبقى في ضغط عالي لازم هو لو اتعمل هيبقى لو اتعمل هتبقى في حته تانية هتبقى أوكي. اصلا النادي الاهلي بيقدم كوره حديثه كوره متطوره وده اللي حصل في مباراه فيوتشر فيوتشر عشان اللعيبه كانت واخده راحه اسبوع فبدا هو الاسبوع الوحيد اللي بدا يطبق نوعا ما فكره فبدانا نشوف الكوره الحديثه. فاللي حصل ان الاصابات الكتير برضو توظيفه القفشه ناحيه اليمين ده بس الحاجه الوحيده اللي تؤخذ عليه شويه ان توظيف قفشه ناحيه اليمين مش زي ما بيلعب في العمق. فبدا يفكر من الشوط الثاني في مباراه الزمالك ايه اللي حصل في فكر الراجل ان انا شايف كميه الاصابات الموجوده شايف الارهاق البدني شايف ان الفتره اللي احنا فيها فتره صعبه انا عايز اعدي المرحله دي عشان اقدر اقف على رجلي ما انا لازم احاول ان انا احافظ على النتائج واحاول ان انا اخد دوري عشان بعد كده اقدر ابني للموسم الجاي. فبدا يفكر وراح لل 3-4-3 من الشوط الثاني في مباراه الزمالك ومباراه الجونه ليه
الطريقه ديت اولا النادي الاهلي كان عنده مشاكل دفاعيه في المباريات الاخيره كتيره، وشفنا اهداف كتيره ملهاش اي لازمه، بس الراجل قال لك انا هلعب بثلاثه ورا بحيث ان انا اعمل نوع من التامين الدفاعي. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان انا عايز استغل سلاح موجود زي علي معلول، بنشوفه مرهق بدنيا، عايز استغله هجوميا، فانا هحميه بان يبقى في مساك في ظهره، واحاول ان انا ادي حريه لمعلول علي معلول هجوميه، فبدا معلول يبان بالشكل الكويس لما لعب بيه الثلاثه. بعدين قصرت المسافه بدل ال100 متر قصرتها شويه، وقصرت يعني المسافه شوية. يبقى انا حسنت كمان الفرقه دفاعيا. الحاجه الثانيه كابتن اسلام ان احنا الاجنحه مش موجوده اصلا، انت عندك الشحات مصاب، عندك طاهر مصاب، عندك بيرسيتاو مصاب، ميكيسوني. عندك زياد طارق مش موجود، ميكيسوني. عندك ميكيسوني كان مصاب، فانت اصلا ما عندكش ايه اجنحه، انت بتضطر تجيب قفشه تحطه يمين عشان ما عندكش اجنحه. فاضطريت ان انت غير الاصابات اللي في الارتكاز، انت السوليه دلوقتي اتصاب خلاص مش هيكمل، فانت حمدي فتحي وجنبه قفشه. بمناسبه الاصابات، ريكاردو سواريش قبل مباراه الجونه الاخيره كان واقف مع احد الاصدقاء مراسلنا زميلنا هنا لفاروق صلاح، قال له قبل الماتش، قال له احنا النهارده من يعني اصابتين او ثلاثه هيحصل لنا اصابتين او ثلاثه الماتش اللي جاي، ولسه الموضوع معرض. عشان كده الراجل طلع في المؤتمر الصحفي قال لك هم معاهم جهاز الجي بي اس بتاع المدرب الاحمال البدنيه، بيجيب لهم خلاص اللعيب ده هيقدر يجري قد ايه، اللعيب ده هيقدر يجري قد ايه. فالمشكله ان في لعيبه مثلا بتبقى امكانياتك ان هي 70 دقيقه فبتجري اكتر، فهو متوقع الاصابه من كده، هو متوقع ان هو للاسف لازم هيستخدمه لانه مفيش غيره. يعني واحد زي السوليه ده حرام يطلع من الملعب وانت في نفس الوقت عايز تحميه، يعني السوليه عايز تحميه عشان ما يتصابش، بس لو خرجته من الملعب هتخسره، فاهم؟ فهو الراجل بدا يفكر في الماتشين الاخر ان انا العب ب 3 4 3 عشان كده اقلل الحمل البدني على قد ما اقدر، اعمل نوعا ما برضو. حتى وهو بيعمل 3 4 3 اتصاب منه محمد شريف، يعني ما بقاش عنده غير مهاجم واحد حسام حسن، وهيبدا يوظف صلاح محسن كراس حربه عشان يبقى عندك اتنين راس حربه. كوكا بيتصاب منك بيجي له مزق، هو ما لعبش كتير برضو. طيب بمناسبه الاصابات يا كريم، وبرضو ده سؤال مهم، هل الجهاز الفني الحالي مسؤول عن كميه الاصابات اللي موجوده العضليه؟ لا طبعا. اصل هو الناس بتشوف ايه، ان هو عمرو سراي اتصاب فانت الكاميرا اللي فاتت دي مسؤوليتك، هو بيتمرن معاك بقاله 5 ايام فدي بتاعتك. لا طبعا لازم الناس تعرف ان جزء الاحمال في الرياضه يا كابتن اسلام بيقاس بالاشهر. يعني انت النهارده مثلا فريق جاب مدرب احمال جديد مع بدايه الموسم، عشان تشوف نتيجه شغل الراجل ده تستنى 4-5 شهور. زي مثلا كان في صوره متداوله في خلال الايام اللي فاتت للناس اللي بيحبوا يعني الكره العالميه، شفنا نادي ريال مدريد اللعيبه لابسين كذا قناع الاكسجين وبيجروا بيه، واحنا استعجبنا ايه ده عاملين زي رائد الفضاء، دول بيعملوا ايه دول؟ لا ما قعدنا نعمل سيرش، والشباب يعني في يلا كوره بداوا يجيبوا تقارير، ايه ده ايه الفكره دي؟ قال لك ده احنا بنقيس الاكسجين في الجسم للعيبه في الوقت الحالي، وبنشوف مدى قدره تحملهم عشان نقدر نحط برنامج عشان يلعبوا ما بين 50 او 60 لغايه 70 80 مباراه في الموسم، لو بنحسب الليجا وبنحسب الكاس الملك وبنحسب دوري ابطال اوروبا نهايه الموسم، بواقع ان ريال مدريد بينافس على الثلاث بطولات. فبالتالي الناس النهارده العلم والطب تدخل في الرياضه بشكل كبير جدا، وعشان كده اللعيبه دي النهارده بتاخد مبالغ كبيره جدا 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 عشان يحافظوا على نفسهم، وكمان النادي ساعد ان هم يطلعوا افضل ما عندهم. وبالتالي مدرب الاحمال الحالي مثلا هو جاي مع سواريش ده مش هيظهر شغله خالص في وجهه نظري الشخصيه الا ممكن شهر واحد او اتنين من السنه الجاي. طبعا ليه؟ لان هو اوريدي مستلم حاليا خلاص، احنا كم اصابات الناس يعني في ده يعني عارف اللي هو معلش. لا ما دي قصدي دي بقى فيهاش وجهات نظر، يعني الجزء ده مفهوش وجهات نظر. النهارده نجيب اي مدرب لعبه، مش هقول كره قدم بس، كلم مدرب اي لعبه في الدنيا، سله، باسكت، العاب فرديه، تنس طاوله، اي مدرب، قول له هجيب لك بكره مدرب احمال، شغله معاك يظهر امتى؟ 4-5 شهور. هو في مدرب احمال النهارده بيظهر بعد شهر شهر؟ ده حتى لو واحد هاوي شخص عادي راح جيم وطلع كاش من محفظه واشترك مع بيرسونال ترينر مدرب شخصي يعني ودفع عشان يبدا شغل الراجل ده يظهر عليه جسمانيا، مش اقل من 2-3 شهور، ده شخص عادي يعني. وبالتالي احنا عايزين نقول لا الراجل ده مش شيلته، ان في بعض الناس بتقول طب يا جماعه احنا جبنا جهاز فني جديد وفي مش عارف ايه وبتاع، لا خالص، ده الكلام ده ابعد
عن يكون عن العلم خالص. الراجل حاليا ما بيعملش حاجة غير تدريبات استشفائية وبيدعي ربنا كل يوم كده يا رب. والله قلل من إصاباتي. هيعمل ايه يعني يا رب؟ قلل هيعمل ايه الاعداد. فترة الاعداد يعني حتة الإصابات احنا بنتكلم على الإجهاد. الإجهاد ده مش مبررات، ده حقايق. يعني محمد صلاح دلوقتي في انت عشان بتشتغل في قناة الأهلي فمبرر بتبرر يعني. محمد صلاح والله اخذ اجازة، يعني اخذ اجازة. لعيبة ليفربول كلها بتاخد اجازة استشفى راحة سلبية، بعد كده يبدأ يعمل فترة إعداد، يتعمل له برنامج زي ما كريم كان بيتكلم على مثلا لعيبة ريال مدريد، يتعمل له برنامج عشان يبقى جاهز الموسم. لكن لعيبة النادي الأهلي هنا لا في فترة إعداد ولا في فترة راحة، كل 3 أيام ماتش، تلعب في بطولات قديمة بطولات جديدة. فطبيعي غير أن إيه المشكلة كمان أن تتابع المباريات دي بيضر بمنتخب مصر مع النادي الأهلي. ما هو قوام منتخب مصر منين؟ من النادي الأهلي. أنت عندك 8 أو 9 لعيبة من منتخب مصر في النادي الأهلي، فده كمان بيضر منتخب مصر يعني تتابع الماتشات. عشان كده كنا اتكلمنا قبل كده على فكرة ان انت محتاج يا جماعة تقلل عدد الاندية اللي في الدوري المصري، بدل ما يبقى فيه 18 نادي لازم تقللهم. بقالك حلقتين على فكرة بتتكلم في الموضوع ده جدا، لان ده السبب الاساسي في تتابع الماتشات. طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هتكلموا عن مباراة الاهلي والجونة وايه اللي حصل في هذه المباراة. بعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت هيشرحوا لنا ماذا حدث في مباراة الاهلي والجونة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنتكلم اكتر عن مباراه الجونه والنادي الاهلي. هذه المباراه التي فاز فيها النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء في الدقيقه، او بدات المباراه بالنسبه لنا في الدقيقه 70 منذ هدف النادي الاهلي الاول. خليني ابدا بكريم سعيد يقول لنا ايه اللي حصل في هذه المباراه. من هذا الموقع نصحت كتير بيتسو موسيماني في الثلث الاخير من فترته مع النادي الاهلي 3 4 3 انه يلعب 3 4 3 حفاظا على لعيبه النادي الاهلي، للطريقه دي هتساعدهم في تقليل الجهد البدني المبذول في طريقه 4 2 3 1 المجهده. وان هو احنا اتفقنا ان علي معلول واكرم توفيق او محمد هاني او حتى كريم فؤاد دول احنا بنعتبرهم في النادي الاهلي صناع لعب وليسوا مدافعين فقط. حصل اللي حصل وجرى اللي جرى، ورحنا المغرب واتغلبنا ورجعنا وضيعنا 7 نقاط في الدوري. وايا كان اللي حصل، سواريش لن احكم عليه خالص حاليا، وفي وجهه نظر شخصيه من المبكر جدا جدا كابتن اسلام ان احنا نقول ان الراجل ظهرت اي بوادر عنده، ولكن الراجل شاف حاجه واحده كويسه في مباراه فاينل الزمالك، ان افضل فتراتنا في المباراه الحبه اللي لعبنا فيها 3 4 3، وبالتالي راح قرر تماما في ماتش الجونه انه يلعب بالطريقه دي لمده 90 دقيقه كامله. لعب بيها هو 0-0، لعب بيها في بدايه الشوط الثاني وهو لسه متاخر ان هو يجيب الهدف، لعب بيها وهو متقدم 1-0، ولعب بيها وهو متقدم 2-0. وبالتالي بدا الراجل يفهم ان دي الطريقه الوحيده اللي تخليني اوقف لعبتي على رجليها في الملعب. نشوف بدايه ماتش الجونه والنادي الاهلي بيلعب 3 4 3، ومستر مانويل جوزيه كان له مقولة حلوة قوي بيقول لك في 12 فريق في الدوري كده هو هتلعبهم بيه سيستم واحد، مش محتاج تعمل اي سكاوتنج ليهم ولا تحللهم، ان كلهم بيلعبوا 6-3-1 زون ديفنس ويلعب هجمات مرتده. ده بالظبط الشكل بتاع النادي الاهلي قدام نادي الجونه، 3 في الخلف وبالتالي عاملين لك تامين دفاعي. نكمل اللعب ونشوف النادي الاهلي بيدرج الكوره عشان نوصل للشكل اللي لعبنا بيه نادي الجونه ويرصد 6-3-1. مش هتفرق بقى اللي ماسك الجونه كابتن مصطفى، كابتن شحاته، كابتن طلعت يوسف، كله ما دام النهارده بيلاعب النادي الاهلي هيلعب ب 6-3-1. وبالتالي النادي الاهلي في الحته دي هنلاقيه دايما محتاج ان قفشه ينزل كبلاي ميكر ويخش في قلب الملعب، وعلى طول كريم فؤاد هو اللي بيفتح الملعب وبيعمل دور الجناح. ده بشكل عام الطريقه بتاعت. طيب نبص بقى لبعض النقاط اللي كانت عامله لنا مشكله في نص الملعب، وهي ان الطريقه دي بتحتاج تحرك بدون كره كتير. نبص الكره على حمدي فتحي على طول بيقول للناس حد يظهر لي، حد يظهر لي يا جماعه، حد يظهر لي اهو، بيشاور بايده. ليه؟ لان الطريقه دي محتاجه ان اللعيبه تظهر لبعضها كتير، وطبعا الحته دي فيها شك كبير بدني ان اللعيبه مش قادره، وبالتالي ساعات بيتاخر التحرك بدون كره، وبالتالي بنضطر ان احنا نقعد ندور الكوره كل شويه، لان اللعيبه على طول كلها جاريه لتلت ملعب الجونه مستنيين الكره الطوليه. لكن في الطريقه دي مش حابين نلعب كره طوليه كتير، ولكن الامر ده هياخد شويه وقت. تاني هجمه اخرى، الكوره في مع عبد المنعم، رامي ربيعه هنشوف هنا برده الكوره معاه، وطبعا ما فيش حد ظاهر له خالص، كله منطلق لنص ملعب نادي الجونه ومستني الكره الطوليه، ونشوف
إشارة رامي ربيعة شبيهة باللي عملها حمدي فتحي. يا جماعة حد ينزل هنا، لما لقاش حد نزل بدأ يدور الكرة من أول وجديد. فبالتالي اختيار 3 4 3 سليم تماما، وأتمنى إن احنا نستمر عليه لنهاية الموسم. نقطة واحدة بس، إن احنا محتاجين نعمل إيه؟ محتاجين نتدرب شوية على قد ما نقدر على حسب قدراتنا البدنية، إن احنا نحاول نتحرك بدون كرة عشان نقدر نخلق فرص من بداية المباراة. وفي وجهة نظر كابتن إسلام، إذا النادي الأهلي إن شاء الله قدر إن هو يتقدم في النتيجة من بداية المباراة زي ما ماتش فيوتشر، الضغط العصبي هيبدأ يقل سنة بسنة طوال المباريات القادمة. طيب نتكلم على ميزة وعيب في الطريقة. الميزة، تعال نشوف الشوط الثاني لما هو بدأ يطور الشكل كمان بنزول أيمن أشرف. أيمن أشرف وجوده في ظهر علي معلول، دايما المساك اللي بيبقى ناحية الشمال، المساك لما بتلعب بثلاث مدافعين كل ما بيبقى بيلعب بقدمه اليسرى كل ما يكون أفضل، بيديك ميزة لأن رجله بتبقى أو هو بيبقى مواجه لعمق الملعب يقدر يعمل لك التمريرات الطولية، بيدي أريحية كبيرة جدا لعلي معلول وبيوفر له المجهود البدني. كمان الباك رايت بتاعهم بيبقى بيغطي، يعني بيتقدم فبيبقى في مساحة في ظهره دايما. بص هنا برضو، تعال نتفرج على الجون اللي هو بتاع النادي الأهلي اللي جه فاول، كان بدايته ازاي. هنا معلول طبعا بيتحول لقدام، يعتبر جناح يعني الناس كتير شايفاه جناح عشان خاطر ايمن اشرف هو اللي في ظهره. بص الكره تجميع لعب في الجنب ده، هنا ايمن اشرف ورا اهو، هنا معلول، هنا صلاح محسن، هنا قفشه. فالجبهه دي بقت جبهه قويه جدا بتواجد ايمن اشرف. ليه؟ لانه زي ما قلت ان هو بيلعب دايما بقدمه اليسرى، ودي الكره اللي جه منها الفاول، اللي هي جه منها اللي احنا قدرنا ان احنا نسجل من خلالها. فده هنا وجود ايمن اشرف انا شايفه ميزه في الحته دي بصراحه. ايمن دايما، كمان ايمن كورته حلوه قوي، عنده التمريرات الطوليه من ورا، دي اكبر ميزه في ايمن اشرف، التمريرات الطوليه والتمريرات القصيره. طبعا كمل ده الهدف اللي جه منه، وده بنتكلم برده ان التفاصيل الصغيره الضربات الثابته دي حل مهم جدا في المباريات اللي جايه دي كلها. انت ممكن ما بتمرنش طبعا، دي 2 متر و3 من 10، فارتقاء ربيعه كان هايل جدا، وواحد برده من المكاسب في المباراه دي، ولازم ياخد الدعم والثقه في الفتره الجايه لان واحد من المكاسب وعنده خبرات. طب ايه العيب في الطريقه دي، او ايه العيب المشكله اللي كانت عامله لنا مشكله في الشوط الاول؟ هو النقطه اللي اتكلم فيها كريم، كمان السبب الرئيسي فيها كريم تواجد قفشه ناحيه اليمين. انت النهارده بص اللعيبه بتجمع لعب في مساحه كبيره جدا في وسط الملعب، مفيش غير السوليه، قفشه موجود ناحيه اليمين، ده مش الحته مش على عدلته. لا بس ممكن يخش، عنده الحريه ان هو يخش جوه الملعب، بيخش بس قليل جدا. أيوة هنا هو بدني. بيحاول يخش، عايز يخش بس هو دوره طول ما قفشه محطوط ناحيه اليمين مش هتاخد منه حاجه. من الاخر قفشه هتاخد منه طول ما هو في عمق الملعب. حتى في الشوط الثاني قفشه راح ارتكاز بعد اصابه السوليه، قدرنا ان احنا نسجل وشكلنا بقى افضل. انا بشوف ان في طريقه 3 4 3 دي ايمن اشرف مساك مميز جدا في الحته دي ناحيه الشمال، والحقيقه بص قفشه داخل فين، داخل في العمق، هتاخد منه التمريره على طول، تمريره المعلول، قفشه تحطه في العمق هتاخد منه احسن حاجه. قفشه مظلوم ناحيه اليمين في حته اليمين لانه بدنيا مش جاهز، الحاجه الثانيه مش على عدلته. قفشه لما راح الشوط الثاني بعد اصابه عمرو السوليه جنب حمدي فتحي قدرنا شكلنا يتغير. حتى في مباراه الزمالك في الشوط الثاني لما لعب ارتكاز في الحته دي قدر تصنع، يبقى في صناعه لعب من العمق بيغير لك الشكل. فهنا الميزه زي ما قلت تواجد ايمن اشرف، العيب بس هو تواجد قفشه ناحيه اليمين. وهنا برضو الراجل عشان نقص الاجنحه، النقطه اللي اتكلمنا فيها، حسين الشحات مش موجود، طاهر مش موجود، بيرسي تاو مش موجود. عوده بيرسي تاو في الوقت القريب باذن الله هتفرق كتير قوي في الطريقه دي. بيرسي تاو واكرم توفيق في ناحيه اليمين هتفرق كتير جدا. واحده بقى من النقط الايجابيه جدا جدا كانت اسلام ضري 3 4 3 ان هي امنت تماما للنادي الاهلي المساحات خلف الظاهرين سواء علي معلول او كريم فؤاد. طول ما احنا بنتكلم عن مباراه الجون شفنا مثلا اشرف بن شرقي عمل علينا 45 دقيقه قويه جدا في ماتش فاينل الكاس، لانه كان واضح جدا بيلعب على محمد هاني لوحده، لان طريقه 4 3 2 1 حتى ايفن لو حطيت فيها خمسه في نص الملعب هيفضل على الاطراف عندك ازمه في مركز الفول باك، صعب جدا حد يرجع يساعده. تعال نبص كده نشوف نادي الجونه، عارفين نادي الجونه خلاص بيخطف الكوره في الهجمه المرتده ويلعب ورا علي معلول. نبص على المساحات ورا علي معلول، هنا اهو ارتداد لعيب النادي الاهلي كريم طارق، طبعا جناح مميز وسريع. شوف هنا في بلوك، في اربعه في عمق الملعب، اثنين بس من لعيب الجونه، وبالتالي فرصة ان الكرة العرضية دي تعمل خطورة على مرمى محمد الشناوي تقريبا تكاد تكون مستحيلة. نكمل الفيديو ونشوف كريم طارق هيلعب الكرة العرضية هتروح خارج الملعب ومفيش منها اي خطورة على مرمى محمد الشناوي اللي فعلا 45 دقيقة قدام الجونة مفيش اي شيء.
تاني الكره بتتخطف والنادي الاهلي معرض لهذا الامر، هتتلعب ورا علي، نشوف علي معلول بيشاور لياسر ابراهيم امن ظهري امن ظهري عشان ده ممكن ينطلق من ورايا، وبالفعل الكره بتتلعب، ياسر ابراهيم بيشوف اشاره علي معلول بيروح يامن الكره وخلاص شكرا الهجمه بتضيع. تاني من ناحيه كريم فؤاد الكره هيبدا نادي الجونه يحاول يخترق الجبهه دي وبيحصل مراوغه طبعا اوكي، لكن هتروح فين؟ مفيش عندك اي مساحه لان خلاص تم تقفيل الجبهه دي وتم تقفيل عمق الملعب، وبالتالي ثغره النادي الاهلي كان المنافسين بيستغلوها، نادي المصري استغلها، نادي الجيش استغلها، نادي السيراميك استغلها، نادي الزمالك نفسه استغلها، اي نادي بيراميدز استغلها، اي نادي هيلاعب النادي الاهلي ما عندوش غير منفذ واحد المساحه اللي خلف الظهرين، وبالتالي طريق 3 4 3 بتقلل من الخطوره دي بشكل كبير. اخر حاجه يا احمد، اخر حاجه بصراحه عجبني قوي حسام حسن، وانا شايف واحد من المكاسب الفتره الجايه بقى له الحقيقه 3 4 ماتشات بيؤدي بشكل جيد، على الاقل بيبذل مجهود. ثانيه واحده وقف هنا، عشان تحكم دايما على المهاجم مش مجرد ان هو بيقطع في ظهر المدافعين، لا بص تحرك المهاجم في استلامه بين الخطوط، بص حسام حسن هنا انا بتكلم في تحرك مهاجم، مهاجم صح بيعمل بيتحرك صح، احد تحركات المهاجم المطلوبه ان هو يتحرك بين الخطوط بالشكل ده ويسحب معاه المدافعين. كمل بص حسام حسن هنا هيعمل ايه، نفس الفكره برضو هتلاقي حسام حسن نازل بين الخطوط بينزل يستلم وبعد كده هيروح يكمل كمان في ظهر، ادي بص حسام حسن هنا جرى 38 متر بدا يتحرك ناحيه اليمين عشان يتحرك، دي الحركه الثانيه اللي بتكلم فيها اللي هي ايه، بيتحرك بين المساك والباك، اذا ده مهاجم عنده تحرك بين الخطوط وعنده تحرك بين المساك والباك، دي تحركات المهاجم، عشان تحكم على مهاجم بص على تحركاته، بص كمل حسام بيجيب مستواه، صحيح تحس ان هو لسه مش فت 100% بس مع التهديف والثقه والحاجات دي، بص الترقيصه بالاسيست اللي بيحطه او بالفرصه اللي بيصنعها هنا حسام حسن ممتاز. الفرصه الثانيه هاتها برده اللي عملها حسام حسن، يعني تحركات مهاجم، التحرك الثاني برده القطع على القائم القريب، عشان احكم على مهاجم لازم ابص على تحركه، هنا حسام برده في الفرصه الثانيه هتلاقيه هات اللعبه الثانيه هيبص هنا حسام بيطلب الكره بين الايه، بين المساك والباك، تحركاته جيده جدا، تحرك بيتحرك كويس وهداف ومقاتل وبيمارس الضغط بشكل كويس جدا بصراحه، بس لسه مش فت 100%، لو بقى فت 100% وبدا يجيب اهداف هتلاقي حسام دخل في الفورمه اكتر، هتلاقي ده بقى ان شاء الله يبقى مهاجم واحد من مهاجم مصر الاول ان شاء الله، لان احنا محتاجين حسام في الفتره الجايه دي خاصه بعد اصابه محمد شريف لنهايه الموسم. فانت ما عندكش غير حسام وعندك صلاح محسن يعتبر البديل بتاعه. تمام، كل التوفيق يا رب ان شاء الله خلال الفتره القادمه للنادي الاهلي، عندنا مباراه يوم الاربعاء بكره ان شاء الله هيكون عندنا كلام اكتر عن مباراه المقصه يوم الاربعاء القادم، ولكن الحمد لله البدايه في مباراه الجونه بدايه جيده، الشوط الاول برضو ننساه شويه يمكن بدايه من ال 20 او ال 25 دقيقه الاخيره اعتقد النادي الاهلي ادى بشكل جيد. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد على وجودكم معانا، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، غدا حلقه جديده من البيت الكبير، انتظرونا ان شاء الله بكره في تمام الساعه 10، اشوفكم على خير.